Good morning and welcome to our respected audience, doctors, fellow practitioners, and colleagues. Allow me to welcome you all to the Dental Faculty's Scientific Day. My name is Aisha Saad Al-Qaoud, and I shall be guiding you throughout today's event. Fellow doctors, colleagues, and students, we are all blessed to be at a place in our lives where we can provide help and aid to those who require it the most. Where through our hard work and knowledge that we have gained throughout our long years of studying, we are able to provide the necessary and the best treatment options possible to our patients. However, the truth of the matter is that our journey is far from over. As we grow, the medical profession grows with us. And as we age, it also ages. And that includes the treatment options as well. With the advancing technologies and developments that we are witnessing today before us, it is our pivotal role and duty as doctors, whether that be current or future, to keep ourselves updated with the latest advancements and developments within our medical profession, in our case, the dental practice. As thus comes the importance of today's scientific day. Throughout the day, a banquet of scientific researchers and studies will be presented and discussed by our respected doctors of Limous Dental Faculty. We will commence with our first presentation and continue until 11:15 for a quick coffee break. Afterwards, we will continue until 1 for a medical debate competition, highlighting the importance of serology testing for infectious diseases and whether it should be mandatory or not. And by that, we'll be closing and having an award handling ceremony. Before we begin, I would like to give thanks to KINS Cooperation for sponsoring today's event. And without any further ado, ladies and gents, please help me in welcoming the Dean of our dental faculty, Dr. Rafiq Al-Kwafi, for an opening word. السادة وكلاء وعمداء ومدراء مراكز الجامعة، السيدات والسادة أعضاء التدريس، القارين والمتعاونين والمشرفين التعليميين والفنيين والموظفين بالكلية، زملائنا الخريجين وطلبة الكلية الأعزاء، ضيوفنا الكرام، نرحب بكم جميعا في افتتاح اليوم العلمي لكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. نحن سعداء بتجمعنا هذا اليوم، أولا لنلتقي بكم، ثانيا استكشاف آفاق العلم والتعلم في مجال طب الأسنان وتبادل الأفكار والمعرفة بما هو جديد في هذا المجال، وكذلك لتشجيع البحث العلمي بالكلية وزيادة ارتباط الكلية بخريجيها واعتبارهم من أصحاب المصلحة بها. دعونا نبدأ هذا اليوم بروح التعاون والإلهام، متطلعين لنتائج مثمرة ونقاشات مفيدة. شكرا لحضوركم ومشاركتكم في هذا الحدث المهم. بداية ذكرنا الفيس اليوم بالذكرى 10 لوفاة طالب فرج جهاني، فرج فتحي جهاني، الذي كان طالبا في السنة الثالثة سنة 2014 وتعرض منزلة لقذيفة من قذائف الدواعش في تلك الفترة التي طالت أثرهم وتدميرهم وضررهم أطال كل الناس، وأدى في تلك الفترة إلى نزوحنا من منازلنا و أماكن عملنا وتسكرت الجامعة. الدكتور رفيق قبل شوية كان يحكي قال الناس تنسى بسرعة، وفعلا الناس تنسى. في تلك الأيام اللي كان من الصعب جدا أن تطلع من حوشك تزور هلك، ولا تطلع من حوشك والجامعة توقفت وقعدنا ندرس، يعني الفترة هذه اللي كانت ينبغي أن ما ننسوهاش بنفس القدر لما ننسوا كل الناس اللي ضحوا وصلنا لهذا اليوم. يعني الخطر اللي كان موجود في تلك الفترة كان خطر داهم، لو انتصر هذا المشروع في ليبيا كانت تكون كارثة للمنطقة كلها، لمصر، لتونس، وليبيا، لكل المنطقة، لأن هذه المنطقة كانت هي النقطة المركزية للسيطرة على كل المنطقة. درنا، سرت، بنغازي، زحف غربا والاستيلاء عليه وينتصر المشروع الإخواني، المشروع الداعشي المتخلف، وندخل في كارثة. الحمد لله. وخلونا في هالمناسبة نقرأ سورة الفاتحة ترحما على فرج وعلى كل الناس اللي كانوا في آخرين في الجامعة، لكن اليوم ذكرى فرج 10 سنوات على مروره.
واللي أدت نتائجها المباشرة إلى أن فتحي بوشعالة فتحي جهاني كان مدير مستشفى بنغازي ورجل متخصص باطنة، وكان متوقع أنه هو خلاص ومروح وبيقعد يخدم، نتيجة أنه هو رجع من جديد لبريطانيا. هذه نتيجة مباشرة بس يعني لأسرة عائلة كانت. فخلونا نقرأ سورة الفاتحة على روحها أولا. تقبله الله بواسع رحمته. الملاحظة الثانية، أنا ديما عندي ملاحظة، تو احنا اللي موجودين هنا كلنا عرب تقريبا وليبيين، معنا بس معمر سوداني ويفهم عربي أحسن مننا. أنا مانيش مع حكاية أننا، مع احترامي لعيشة ولكل الناس اللي تكلموا لغة إنجليزية كويس وإحنا سعداء بهم، ولا شك أن واحد لما تكون عنده لغة ثانية هو في مستوى آخر غير في مستوى الآخرين. لكن راهو إحنا كنا عرب، كنا ليبيين اللي جالسين هنا، ما فيش داعي أننا لا في الويلكم سبيتش ولا عفوا ولا في الخطاب الافتتاحي ولا في التحدث بيناتنا أننا إحنا نحكوا بالعربي. بتقدم ورقة علمية بالعربي بالإنجليزي مقبولة، وهذا هو، لأن هذه لغة التدريس متاعنا كلنا. لما بنكلموا ورقة علمية نقدموها باللغة الإنجليزية، لكن لما نحكوا مع بعضنا راهو هذا فيه نوع من الاستفزاز على المستوى الشخصي لجزء من هويتنا الثقافية. باهي يعني احنا عرب، كل العالم بما فيهم حفنة اليهود هذين اللي ما يتجاوز عددهم 5 مليون يدرسوا في الطب راهو بالعبري. باهي كل العالم يدرس بلغاته، احنا سنظل متخلفين كأمة عربية الى ان ندرس الطب بلغتنا العربية. ما فيهاش كلام. هذه شنو يعني اللغة العربية؟ هذه لغة القرآن ولغة يعني تصبح عاجزة انها نحكوا فيها حتى في مؤتمراتنا. معليش انا يعني ما اقصدش عيشة، يعني عيشة وفاطمة ولا عيشة 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 احنا فخورين بها ونشطة في الجامعة وماسك عضو في نادي المناظرات في الجامعة، وواحدة من العناصر اللي عندها مستقبل اكيد. لكن اللغة خلونا نحكوا بلغتنا العربية، وخاصة لما ما يكونش في حد أجنبي. فهمتوا؟ النقطة الأخرى، أنا بصراحة سعيد جدا أن 3 من اللي شفتهم في الجدول في البرنامج العلمي هم طالبات امتياز متخرجات من أكثر من سنة، أكثر من 3 سنوات، وما زال عندهم ارتباط بكليتهم وبالبرامج العلمية. هذه حاجة جميلة وينبغي أننا نحافظ عليها ونحيوهم على المشاركة صراحة، سواء بلقيس ولا أميرة سليم وإلا من تاني مبروكة من عتيقة اللي مش موجودة توا شفتها أنا. لكن فعلا هذا هيك اللي نبوه، علاقتك بالجامعة ما تنتهيش بتخرجك منها ولا بحصول على الشهادة ولا تكميل الامتياز. ويعني هذه حاجه من الاشياء اللي مفروض احنا ناكد عليها في كل مره. واضح طبعا اليوم ان بشكل عام البرنامج كله رسترتف يعني تقريبا، ولهذا نحيي قسم الرسترتف وكل الناس اللي، اذا سمح لي الدكتور رفيق طبعا، كل الناس اللي شاركوا في هذا، اللي مشاركين اليوم هم من قسم الرسترتف دنتسري بمختلف انواعه، وهذه حاجة ممتازة للقسم ولأعضاء التدريس اللي سواء اللي هم متفرغين زي أمل العوامي وريم السعيدي، وإلا اللي متعاونين معنا. وإحنا راهو غير بالشكل نعتبروا فيكم متعاونين، تبوا ولا ما تبوش، ندى كشبور والمجموعة ما إحنا نعتبروا فيكم أنتم جزء من هذه الجامعة. العقد هذا متفرغين ولا متعاونين ولا جزء ما يهمناش كثير، ما دام تأدوا في نفس الواجبات وأنتم معنا ومشاركين معنا، فإحنا ديما ننظر لكم بشكل كبير من الاحترام والتقدير، ونعتبر فيكم جزء من هذه المسيرة. شكرا لك. شكرا دكتور سنوس ودكتور رفيق. With that, I would like to again welcome our chairman for this morning half of the event, beginning with Dr. Rafiq Al-Kwafi, the dean of our beloved dental faculty, Professor Sunusi Tahar, and Dr. Nadine Ali Said. We shall now begin with our first presentation titled A Vertical Tooth Preparation, presented by Dr. Amira Salim Hussein, a holder of BDS
MFDS from Itzenberg, a member of the Royal College of Surgeons, diploma holder of oral surgery, and a master's degree from Ancestor Training Academy of Prosthodontics. موضوع اليوم يحكي على الـ vertical tooth preparation في الـ crown and bridges. هنعطي شوية مقدمة على المارجن وأهميتها في الـ fixed prosthodontics وكيف فرق معايا الموضوع في الـ clinic. أوكي؟ الفكرة اللي خلتني نهتم بالمارجن إن في جميع الفيليرز والأخطاء اللي ممكن يصير معانا في الـ fixed prosthodontics, crowns, bridges, أيا كان نوع البروستيسز كلها يردن على المارجن. يعني سواء كان المشكلة في الجنجفة، مشكلة في الأوكلوجن، أي كان المشكلة حتأثر لي على المارجن، حيرد لي يصير لي ليكج ليتر أون، حيصير عندي فيلير في البروستيسز متاعي. فكل الفيليرز وكل الكومبليكيشنز اللي يصيرن في البروستيسز يردن على المارجن، فهو الأساس بالنسبة لي حتى أهم من نقطة الأوكلوجن. ثاني حاجة نشوف الأوكلوجن متاعي، تمام؟ اوكي اوبجكتيف نتاعي في الاول حنعطي كويك انتدكشن على المارجن وعلى التوث بريبريشن بصفه عامه، حنحكوا على الفيرتيكال بريبريشن امتى نقدر نستخدمه وامتى لا، شو التشالنجز اللي واجهتنا في الفيرتيكال مارجن، شن اهميته والمقارنه بينه وبين الهوريزونتال بريبريشن، هل عند تو ما زلنا نستخدمه في الهوريزونتال مارجن ولا لا، الاهميه نتاع التوث بريبريشن والاهميه نتاعها في التكنيشن وتعامله معايا، وهل حيعرف يتعامل مع حالات الفيرتيكال مارجن ولا لا. First as quick introduction، طبعا انا لما ندير توث بريبريشن في الاهم عندي اني انا لازم ما يكونش في اي ديفكت كارز ولا اي حاجه نكون معقبتها، لازم يكون في سبيس انف للريستوريشن، بس في نفس الوقت السبيس هذا ما يخليليش ما نقعدش اوفر بريبريشن، خلي السن بتاعي ويك، تمام؟ نحافظ على البيولوجي، في عندي بيولوجيكال ويث حنحكوا عليه ليتر اون، في عندي adjacent teeth، في عندي lots of principles لازم انا نكون محققتها في اي بريبريشن سواء كان horizontal ولا vertical preparation، تمام؟ حنحكوا على المارجن، تمام؟ الصورة هذه اخترتها لأن فيها different types، استخدمت فيها different type of preparation. اللي في النص طبعا vertical tooth preparation، اللي جنبها الـ horizontal margin، وفي هنا two types of veneer preparation، الـ slice prep والـ conventional veneer preparation. طبعا المارجن هو البيز متاعي اللي لما تنزل restoration مش هتنزل more apical than البيز متاعي، هذا هو الأساس اللي حتنزل عليه restoration، تمام؟ فهو لما يصير seating للrestoration متاعي مش حتنزل أكثر من البيز هذا، هذا الأساس متاعي في البروستيسز، تمام؟ This type of cases vertical margin، هنا ال prepared margin، هنا ال final restoration، another case هذا ال vertical preparation، هذا طبعا بعد الهيلينج، هنحكوا بعدين على الامبريشن وامتى ناخذوه، تمام؟ في الأول ال vertical preparation شنو الفكرة منه؟ شنو الفرق بينه وبين ال horizontal preparation؟ لما أنا نجي في الأول ال horizontal preparation كيف ندير في ال preparation متاعي؟ أنا ناكل في ال height of contour، نمشي نقص من ال axial wall، ننزل ندير البيز متاعي اللي هو المارجن اللي أساس متاع ال restoration. العكس في ال vertical preparation أنا لا، نقص من ال height of contour وال amount of reduction متاعي، ولكن أنا نحاول إني create room، تمام، للمارجن بتاعي صب جنجفل، طبعا في اساس قبله حنحكوا عليه، عشان المكان هذا هو المخصص للمارجن بتاعي. يعني في الفيرتيكال مارجن الستوب بتاعي عند الجنجفة هو نفس الستوب بتاعي عند المارجن، ناكل من اللاين اوف جنجفة، طبعا نكون نازله عند حد معين مش اكثر من البيولوجيكال ويث، ما تخطاش المنطقه هذه، وناكل من اللاين بتاع الجنجفة، في نفس الوقت نحاول اني انا كرييت روم للبيز بتاع الريستوريشن بتاعي. عكس اني انا لما ندير هوريزونتال بريبريشن لازم يكون عندي بيز واضحه، وهذه اللي يحبوها التكنيشن ان بيز واضحه عنده باش يدير عليها السيت بتاع الريستوريشن بتاعي. طبعا هل في كل حاله نقدر نستخدم الفيرتيكال بريبريشن؟ حنشوفه. اولا الحالات المفضله للفيرتيكال بريبريشن اللي هن الحالات اللي يقعدن مثلا عندي فيلير مثلا في كراون او بريدجز وانا شلتها وفي عندي كيرز واصل للجنجفة، حالات الريمينينج روت مثلا بنطلع فيريولا والفيريولا هذه ويك، لو انا درت عليها هوريزونتال بريبريشن ونزلت ودرت سبورت اكثر من اللازم حندير ويكنس للمنطقه هذه. وفي ستاديز تو طلعن اللي هو البري سيرفيكال دنتين اللي هو 2 مليمتر اب اند داون من السيرفيكال اريا، مهم عندي في الفورسز اللي يتحملها ممكن توصل ل 70% فورس اوف ماستيكيشن واللاترال فورس مهمه في منطقه الدنتين هذه، تمام؟
فالمنطقة هذه لو أنا نزلت عليها أكثر من اللازم وهي already weak، هنا حندير weakness للتوث structure وما يبانش عندي طبعاً الفيلير في يوم ولا اثنين. تمام؟ في حالات اللي هن static لأنه هو يعطيني emergency profile كويس بكل برضو في الحالات الweak. تمام؟ restored endotreated teeth لأن حتى في الendotreatment يحكوا على نفس الشيء البريسيرفيكال دنتين لأنه يصير weakness already بعد الendotreatment، فهنا يهمني حتى في preparation. تمام، في السبلنتين كراونز كلهن يصبن عند الويك توث. تمام، هنا المينيمم انفيسيف بريباريشن ديزاينز. اوكي، شن الدروباكس والتشالنجز اللي واجهتنا في الفيرتيكال بريباريشن؟ طبعا الفيرتيكال بريباريشن الاساس بتاعها احنا قلنا لما تجيني اي كيس ضروري اول حاجه نديرها نشوف السلكس ديبث ونشوف البون ونشوف المستوى بتاعي بتاع البيولوجيكال ويث 2 مليمتر ما نتخطاهنش مع ملي للسلكس ديبث، نحاول اني ما نتخطاش الاريا هذه عشان ما نديرش فايوليشن للبيولوجيكال ويث. لو انا جيت في اخطاء يصير زي ان ينزلوا سب جينجيفال كاتينج للجينجيفا الريجولر يعني بدون اي بيزز، هنا يصير عندي ليتر اون بيولوجيكال ويث فايوليشن اكثر من اللي ممكن يصير مع الهوريزونتال مارجن، فهنا نقطه ضد الفيرتيكال بريباريشن لو انا ما كنتش متدربه عليه بشكل صحيح. تمام، فاول حاجه لازم نشوف البيولوجيكال ويث متاعي ونقرر انا هل انا حنقدر نديره ولا لا. احيانا ندير كراون لينثنينج قبل ما نبدا حتى في البريباريشن متاعي، واحيانا نديره في البريباريشن في نفس الوقت اللي ندير فيه الكراون بريباريشن متاعي على حسب. اهم شيء نحسب البيولوجيكال ويث متاعي. تمام، العيب متاع الفيرتيكال مارجن لان انا ما ناكلش زي الكميه اللي ناكل فيها في الهوريزونتال بريباريشن، فمرات يصير عندي اوفر هانج، المعمل لو ما عرفش يتعامل مع الفيرتيكال بريباريشن متاعي ممكن يدير لي اوفر كونتور ديستريشن. طبعا الاوفر هانج يهمني بس يفيدني في حاله الامرجنسي بروفايل، هو يدير لي البابيلا بشكل متاعها، لكن في نفس الوقت لو المعمل ما عرفش يتعامل معها حيدير لي اوفر كونتور ديستريشن. الأنيفن إيدجز، بيولوجيكال ويث طبعا هذه أهم حاجة، اللاك أوف استاتيك أبيرنس لو أنا ما كانش عندي جنجيفا زي ما نقولوا المارجن بتاع الجنجيفا استاتيك ويل، أنا مش حنقدر ندير كرييشن لاستاتيك جنجيفا من جديد في حالة الفيرتيكال بريباريشن. تمام، أوفر كونتور طبعا، الأندرمايند ضروري أي أندرمايند إنامل ينشال، دامجينج للإبيثيليا لو كان الريجولر وعشوائي للبريباريشن بتاعي ودرت كاتينج للجنجيفا، أو ديفيكولتي ريموفينج السمنت اكسس بسبب صعوبة إني أنا ننزل سب جنجيفال وبسبب الكاتينج اللي أنا درته لللاين بتاع الجنجيفا صعب إني أنا مرات نشيل الاكسس سمنت. تمام؟ زي ما حكينا التشالنجز الاساسيات للفيرتيكال مارجن الاستاتيك اللي هو الامرجنسي بروفايل دائما فيري بيوتيفول في حالات الفيرتيكال مارجن، والستريس ديستريبيوشن زي ما حكينا على البري سيرفيكال دنتين واهميته وكيف انه هو ما يدليش ويكنس للمنطقه هذه. تمام، this is the vertical margin after healing. Okay, this is some cases, another case. اوكي، شنو الكومباريشن بين الهوريزونتال والفيرتيكال بريباريشن؟ طبعا في الهوريزونتال ستيل يوزد ات ناو، ليش؟ لان الفيرتيكال توث بريباريشن ستيل في حاله الاستاتيك، في حالات الاستاتيك ستيل الهوريزونتال مارجن از ذا بيست ذان الفيرتيكال بريباريشن. تمام، ولكن في حالات زي ما نقولوا في حالات مثلا السن ما تقعدش في الانكلينيشن بتاعها الصحيح، يعني بروكلايند ريترو كلاينت، في الحاجات هذينا يفضل اني انا نستخدم الهوريزونتال توث بريباريشن، وحتحكي عليها الدكتوره اكثر من هيك. تمام، اوكي، الانواع نتاع الشولدرلس والايدجلس برضه حتحكي عليه الدكتوره بتوسع اكثر. This is some cases انا تو كومبوزيت للسنترال واللاترال هي اللي كان فيها البريباريشن. Another case. Another case. Okay. أنا الكريست أوف بون زي ما حكينا من بدري. Okay. مشكلة الابراتوري بروسيجر، هذه المشكلة الأساسية اللي نعانوا منها، يعني أنت تقعد بذل جهد ودير فيرتيكال بريباريشن واستنيت الهيلينج والجنجيفا تمام ودرت كل شيء بيرفكت. جي للمعمل، المعمل ما يقدرش
يشوف المارجن اللي انت درته او مكان المارجن اللي انت تراي تو كرييت. اوكي طبعا انقصت المشكله هذه مع السكانر والكات كام، بس برضو اللي ياخذ سكانر لازم يعرف كيف ياخذ الامبريشن بطريقه صحيحه باش تراي تو ديتكت الفيرتيكال مارجن بتاعنا، لان لو الفني ما عرفش ديتكتنج الفيرتيكال مارجن حتصير حاجه عندي اسمها اوفر سيتنج. المارجن يعتبر عندي زي الاستبر، انا التركيبه بتاعي ما تنزلش اكثر من هكي، تمام؟ لاني حتى لو صار اي شيبينج في التوث ستراكشر ونزلت التركيبه اكثر من اللازم حتصير عندي حاجه اسمها الاوفر سيتنج. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لو درت انا اي اندر كات في الفاينل انزرشن حتصير عندي اي مشاكل في الانزرشن متاع التركيبه متاعي والاستابيليتي متاعها. فالمفروض ان الفني يعرف ديتكتنج الفيرتيكال مارجن، سواء كان اشتغلت بفاينل امبريشن عادي او استخدمت سكانر متاعي عادي. تمام تمام. as a conclusion، في الاول انا المفروض اني نتعلم كيف ندير الهوريزونتال مارجن وشن الاساس متاعها، بعدين نفكر اني انا نتعلم الفيرتيكال مارجن. الفيرتيكال مارجن صعب جدا ولعن تو ما زلنا نديروا فيه اخطاء، ويبان عندنا في يوم الانزرشن ما يبانش على طول. لما نجي ناخذ الفاينل امبريشن، هذه نسيت نحكي عليها، الفاينل امبريشن طبعا ما نقدرش ناخذه الا 2 ويكس اور ميبي 3 ويكس. هذه الحاجه اللي ضد الفيرتيكال مارجن، اللي انا تيك تايم عشان يصير هيلينج كويس للجنجيفا ونقدر ناخذ المارجن بتاعي كويس، تمام؟ سواء كان سكانر ولا امبريشن عادي، تمام؟ فانا لازم ندير دايجنوزز للكيس كويس. هل انا حنقدر نستخدم الفيرتيكال بريبريشن كويس في الحاله هذه ولا لا؟ هل انا مقدرتي مع الكيس هذه نستخدم الفيرتيكال بريبريشن ولا لا؟ او هل هي انديكيتد الفيرتيكال بريبريشن في الكيس هذه او لا؟ الاثنين مع بعضهم. في نفس الوقت قبل ما نبدا في الكيس اصلا نشوف البيولوجيكال ويث متاعي ونشوف السالكس ديبث، وبعدين نقرر هل انا نحتاج ندير كراون لينثنينج ولا لا. يعني لو ما درتش الصح بعدين حيصير عندي فيوليشن ونضطر اني انا نفتح ونشيل الكراون وندير كراون لينثنينج ونعاود من جديد اللي المفروض كنت درتها من الاول. فالمفروض اني انا نديرها من الاول وما نستعجلش، تمام؟ طبعا الكيسز كان حالاتي في الكلينك. ثانك يو، اني كويستشن ار ويلكمد. This is my reference. لو أي حد يبي يطلع عليهم. Thank you. Now move on to our next presentation titled Biologically Oriented Preparation Technique, and it will be presented by Dr. Maryam Ali Saidi, a holder of BDS, Master's degree in Prosthodontics from Ain Shemes, and a full-time lecturer at LMU. Please welcome Dr. Maryam. صباح الخير جميعاً. أنا هنتكلم عن another approach من الـ vertical tooth preparation اللي هو الـ biologically oriented preparation technique. في البداية بس نحب ننوه أني I'm not promoting this technique، هو still مازال محتاج more scientific evidence. I'm just trying to expose شن اللي قاعد موجود في الـ literature والـ research، لأن لحد يومنا هذا still الـ horizontal finish line هو الـ gold standard finish line for tooth preparation in the world. This is the outline. أنا هنتكلم عن الانترودكشن وشن هو البيولوجيكالي اورينتد بريبريشن تكنيك والادفانتج والديسادفانتج والانديكيشن والكلينيكال ستيب والكلينيكال ايفيدنس اوف ذيس تكنيك فاينالي الكونكلوجن. قبل ما نمشي ديبلي في البيولوجيكالي اورينتد بريبريشن تكنيك، بس نحاول ندور شويه كلاريفيكيشن عن الديفرنت تايب اوف فينش لاين. كنا عارفين ان انواع الفينش لاين عندي الفيرتيكال فينش لاين والهوريزونتال فينش لاين. في الفيرتيكال فينش لاين مينلي المارجن تقعد بليسد باي اللاب تكنيشن على حسب الجنجفا الانفورميشن اللي انا ريكوردد بالامبريشن، وبعدين هو يصبها على الوركينج كاست. في الهوريزونتال فينش لاين دائما المارجن بليسد باي الدنتست، وبعدين احنا نديروا لها ريبليكيت في على الامبريشن بعدين على الوركينج موديل. وهذا اللي مخلي تقريبا الهوريزونتال فينش لاين هو اللي بريفيرد باي موست بروستودونتست. في الهوريزونتال فينش لاين عندي منه انواع اللي هو الشامفر والشولدر. لما نقول الشامفر ديما معناها ان الجنجفا الاسبكت ميت الاكسترنال اكسيال سيرفيس على اوبتيوز انكل، في حين في الشولدر فينش لاين نلقوا الاكسترنال اسبكت متاع الجنجفا ميت الاكسترنال اكسيال سيرفيس على رايت انجل. انواع الفيرتيكال فينش لاين عندي الفيدر ايدج والنايف ايدج. ديما في الفيدر ايدج ما عنديش
clearly defined finish line, لكن في knife edge لا في شوية demarcation بين the prepared وال unprepared tooth surface. هنا في comparison بسيطة جبتها من البيبر اللي قاعدة موجودة على الشاشة, أمتى نستخدم الهوريزونتال فينيش لاين وأمتى نستخدم الفيرتيكال فينيش لاين. ما اللي نستخدمه في الهوريزونتال فينيش لاين لما تقعد السنة عندها good periodontal health, يعني السمين الأناتوميكال كراون كونسايد مع الكلينيكال كراون, لكن في الفيرتيكال فينيش لاين وي يوز ات اكثر لما تقعد السنه بيريدونتلي كومبرومايزد, يعني الاناتوميكال كراون ماهوش كونسايد مع الاناتوميكال كراون, لان في الحاله هذه انا نحطه في المارجن على الروت. فانا لو استخدمت الهوريزونتال فينيش لاين ان ذيس كيس السنه هتقعد مول ويك ومول لايف انه يصير فيها فراكتشر. من اكثر دروباك او الديس ادفانتج متاع الهوريزونتال فينيش لاين ان على اللونج تيرم يصير عندي جنجفال ريسيشن زي ما موجود عندي في الشاشه, يعني بعد فتره هنلقوا ان عندي جنجفال ريسيشن. انا لو حطيت البروب هنا مش هنلقى جاب, لا هو في الاغلب انت صاير عندي جنجفال ريسيشن على اللونج تيرم. الجنجفال ريسيشن اللي جاني هو عنده مالتي different reasons, نتيجة يا أما ندرت تروما ندير في preparation أو نتيجة إن اللاب دايرلي open margin أو نتيجة تروما inadequate tooth brushings أو لما يقعد البيشن عنده 10 biotype. فأنا عشان ننقص من هالcomplication جانا النوع من أنواع الvertical tooth preparation اللي هو biologically oriented preparation technique, وكان mainly proposed على إنه يديل لي stability للsoft tissue على long وعلى short term. شن هو biologically oriented preparation technique؟ هو نوع من أنواع الvertical tooth preparation, is not يعني هو مش the same, هو جزء منه. في البداية هو بروسيجر اني انا ندير eliminating للسمنت وينامل جنكشن, يعني انا نخفي السمنت وينامل جنكشن وحنعوض السمنت وينامل جنكشن اللي انا eliminated بالبروستاتيك سمنت وينامل جنكشن, يعني حنعوضها في الكراون بتاعي. مالي معتمد السكسس متاع البيولوجيكالي اورينتد بريبريشن تكنيك اني انا ندير بروفيجنال ريستوريشن ايميديت لما ندير البروسيجر متاعي اللي هي الفيرتيكال توت بريبريشن مع جنجي تاج بروسيجر نحطه بروفيجنال ريستوريشن. البروفيجنال ريستوريشن هو اللي يدير لي سبورت للامرجنسي متاع الجنجفال تشو متاعي, وهو اللي بيدايركت للهيلينج والتكنيك متاع الجنجفه اللي في الاخير حنديروا له ايميتيتد في الفاينل بروستيزز متاعي. شن هنا الكلينيكال ادفانتج متاعي؟ عندي كلينيكال ادفانتج وعندي بايولوجيكال ادفانتج. الكلينيكال ادفانتج متاعي اول حاجه اني نديروا ايريزنج للسمنت وينامل جنكشن زي ما قلنا, وحنعوضوها ببروستاتيك سمنت وينامل جنكشن, هو حيدير لي امبروف للاستاتيك متاعي لاني انا حنكرييت انذر ايمرجنسي بروفايل ليا, وحنديروا سيفنج للتوت ستراكشر بالتالي هو مينيمم انفيزيف وسهل ان نديره سهل ندير ريلايننج للتمبري كراون زي ما حنوضحه في البروسيجر متاعي, وسهل ان ندير امبريشنج تيكينج. البيولوجيكال ادفانتج اللي هو اصلا مالي كان بروبوزد للديس ادفانتج اني انكريز التكنس متاع الجنجفال متاعي ودي الاستابيليتي للسوفت تيشو على اللونج والشورت تيرم, ودي احتماليه اكثر انه يصير لي كورونايز للجنجفال تيشو لاني انا هندير لي مولدنج للامرجنسي بروفايل متاعي بالنيو كراون اللي انا I will fabricate it. من اكثر عيوب البيولوجيكال اورينتد بريبريشن تكنيك انه محتاج مور ساينتفك ايفيدنس, يعني انا محتاج عليه مور ريسيرش اكثر. ثاني حاجه انا محتاجه نستنى 4 أسابيع عشان ناخذ الفاينل امبريشن بتاعي, فانا محتاج نطول البروسيجر بتاعي وانا معتمدين اعتماد كلي على البروفيشنال ريستوريشن, بالتالي لو صار فيها فراكتشر او ديبوندنج هيعيق لي عمليه الهيلينج ومش هيصير الهيلينج اللي انا محتاجينه بعد ال4 أسابيع, محتاج مور سكيلز وما عنديش ويل ديفاين فينيش لاين, بالتالي هيصعب لي الكوميونيكيشن مع اللاب وورك بتاعي, ومحتاج مور تايم على الدنتال تشير. هو مش في فكره البريبريشن, انا البريبريشن بتاعي فيري ايزي, لكن فكره اني ندير بروفيشنال ريستوريشن وندير لها ريلايننج فمحتاج مور سكيلز, واحتماليه اني ندير فايوليتنج للبيولوجيكال ويدت وارده في الديس تكنيك.
من المين انديكيشن انا امتى نديره البيولوجيكالي اورينتد بريبريشن تكنيك هو مينلي كان كرييتد علشان نزيد التكنس بتاع السوفت تشو ونتجنبه انه يصير عندي جنجيفا ريسيشن على اللونج او الشورت تيرم. فبالتالي هو نستخدمه فيه لو انا نبي نغير من تن جنجيفا البايوتايب الى ثيك جنجيفا البايوتايب، لو درنا فايوليتنج بيولوجيكال ويدت وانا نبي نعالج المشكله هذه، لو كان البيشن عنده مشكله في الجنجيفا الكرر او في الارتيتكتشرز او في الحالة سمول تيت اللي مش مستحمله اني ندير لها هوريزونتال فينش لاين زي اللور انسايزر، وفي حالات الريتريتمنت كيسز لو صارت عندي كيس وصار فيها فيلير فانا مش هندير هوريزونتال فينش لاين واحد اخر، لا انا هندير في الحاله هذه vertical finish line اللي هو البيولوجيكالي اورينتد ريبريشن تكنيك. بالنسبه للكي ستيب متاعي انا هنا عندي بيشن كان ماهوش راضي عن شكل الكراون سواء كان من الدايمنشن او من جنج في الارتكتشرز اللي موجود فوق، فانا هنمشي بستيب باي ستيب كيف انا نطبق الديس تايب اوف توتو بريبريشن. قبل ما نبدا في البروسيجر متاعي لازم ندير اسس للانتراسلكولار مابينج، يعني نديروا مابينج للانتراسلكولار عشان نحدد الجنكشن الابيتيليا متاعي تو افويد البايولوجيكال وذ ات. بعد ما حددنا الانتراسلكولار مابينج او الديبت سال اوف ذا سالكس في البداية لازم نحطه سوبرا جنجفال فينش لاين يعني هوريزونتال فينش لاين وتش بير بالبير العادي اللي هو تيبرد ودراوند اند، نحطه اكسترا جنجفال فينش لاين بعدين نغير البير متاعي بحيث انه يكون فليم بير سيف اند او بط بير. البير السيف اند او البط بير انا هنميله بحيث ندير بريبريشن بالبيلي متاع البير مش بالتب، بحيث ندير بريبريشن للتوت والجنجفة في نفس الوقت، يعني انا هنا درت فيرتيكال توت بريبريشن مع الجنجي تاج بروسيجر. انا محتاجة البليدنج اللي يطلع في الجنجي تاج بروسيجر. انا في الجنجي تاج بروسيجر او في الروتري كيوري تاج درنا اليمينيتنج للابيتيليوم متاع الجنجفة السلكس، لما درنا اليمينيتنج هنا درنا اكسبوز للكونكتيف تشو، لما درنا اكسبوز للكونكتيف تشو طلع عندنا بليدنج زي ما نشوفه. البليدنج هذا انا ما نديلاش اير ونشيله، انا محتاجه البليدنج هذا عشان يكون لي لوكلوت. لوكلوت مفروض بنديرولها حيصير لها بالبروفيجنال، حنثبت لوكلوت بيصير بنديرولها ستابلايزيشن بالبروفيجنال ريستوريشن بتاعي، لان الكلوت هذه اللي هي بتتحول لي بعدين بنديرو كلوت بريزرفيشن وبتتحول لي بعدين الى فولي ستراكشرال جنجيفال تيشو، بالتالي انا هنا زدت التكنس بتاع الجنجيفال تيشو بتاعي. هنا البروفيجنال ريستوريشن انا في البدايه عندي الاكشل، انا اول صوره من فوق هو التمبري ريستوريشن بتاع الاكسترا جنجفال اللي درته في البدايه، بعدين الشل هذه لما تاكدنا من الفت متاعها حندير لها ريلايننج. انا درت بروفيجنال للاكسترا جنجفال لكن انا ما درتش بروفيجنال للانتراسلكولار سبيس او الجنجي تاج بروسيجر اللي درت لها من تحت، فانا حندير ريلايننج للبروفيجنال ريستوريشن بتاعي. بعدين اول ما نتاكد ان هي سيتد في حيطلع لي سبيس بين التو بروفيجنال حنفلت بالفلو بالكومبوزيت بتاعي ونديله لايت كيور لان هو اللي جايد الجنجفا ان هي يصير فيها تيكنينج، وندير ري اتاش وادابت للنيو ايمرجنسي بروفايل بتاعي. هنا بعد ما درنا لها فينيشنج وهنا استنينا 4 ويكس عشان ناخذوا الفاينل امبريشن بتاعي، وهذه اللي تعتبر من المين ديس ادفانتج اوف ذس تكنيك. هنا بعد ما جانا الديفينيت ريستوريشن ودينا فيريفاينج للاول باراميتر وهنا درنا انسرشن للفاينل ريستوريشن. هذه بعد ما مشينا في سيكونس هذه الكيس بيفور وافتر ايفيدنس على البيولوجيكالي اورينتد بريبريشن تكنيك وتكون في سيستميك ريفيو، واكثرهم كان يعتبر في الريزلت انه هو هذه بيبر كانت ببلشت اعتقد في 2024 انه هو اكسبت لي افكت من تيل بريدونتال هيلث وذ هاي سكسس ريت، لكن ستيل محتاجين مور ايفيدنس عليه. بيبر اخرى حتى هي سيستميك ريفيو كان يقولوا انه هو دونت هو نوت انكريزنج البروبينج ديبت وعنده moderate rate من gingival inflammation ويديل لي lower recession rate، لكن كل study كان الobservation اللي عند الخمس سنوات، يعني مازال محتاجين more evidence عليه عشان نشوفه الdurability متاعه فوق الخمس سنوات.
هذه بيبر اخرى برضو ان هي هو هاد جود كلينيكال ريسبونس لعند الخمس سنوات وعنده 100% مارجينال ستابيليتي للسراوندينج تيشو وهاي سيرفايفل ريت افتر 5 ايد ومحتاجين مور ريسيرشز وساينتفك ايفيدنس عليه. اوفر اول هو ستيل في جروينج بادي على البيولوجيكالي اورينتد بريبريشن تكنيك لكن مازال محتاجين مور ايفيدنس عليه وهذا في اعتقادي انه هو اللي مش مخليه وي ريكومندد تو يوز ات فور دايلي براكتس واحنا مفروض اندرستاند التكنيك فولي قبل ما نستخدمه ونعرف شن هن سبيسيفيك كيسز اللي مفروض نستخدمهم فيه. That's it. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حنتكلموا على الفيتال بالب ثيرابي. حنتكلموا والفوكس اون ذا كروشال اسبيكت including اللي هو how to make a clinical decision regarding the vital bulb therapy and how to assess the outcome. This is the ILO's brief introduction. هنا أهم نقاط في الموضوع أن نحن لازم exposure على the diagnostic terminology of bulbites والإفكت على relation ما بين the clinical symptoms and extent of the bulb inflammation. Then the role of capping material and their impact على the vital bulb therapy modalities والoutcome. وحنوصلوا بعدها للفلو شارت اللي هو للكلينيكال ديسيشن ميكينج ونحن هنا بالاخص بنتكلموا على البيرمننت تيث وذ ماتشور ايبكس وهي دايجنوست از ريفرسيبل بالبايتس. يعني هنا هو الديبيت اللي حاصل وحنشوف الاوت كم هاو تو اسس والكونكلوجن. فور ييرز ذا فوكس اوف فيتال بالب ثيرابي واز اون ذا بريزرفيشن اوف راديكولار بالب ان ماتشور ادلت تيث. توداي ذا فوكس از برودر. ممكن هنا نسأل سؤال هل في agreement أو consensus about managing the teeth with caries exposure؟ يعني هل في شيء متفق عليه في المانجمنت؟ For long time root canal treatment has been considered the conventional standard for managing teeth with caries exposure particularly in mature teeth presenting with symptoms وهنا يتكلموا على irreversible bulbites وطبعا هي تعتبر conventional treatment with high success rate. لكن based on the concept of the minimal invasive dentistry maintaining the bulb vitality أصبحت one of the crucial target للmodern dentistry وهذا اللي خلى vital bulb therapy as a treatment option للpermanent teeth with closed apex has been the matter of debate للموضوع. Following the position statement of American Association of, of Endodontics في several factors هي اللي affect على treatment option. الفاكتورز هذه هي اللي حتخليني أتأثر على أن نحن هل decide ان احنا نشتغلوا vital bulb therapy او conventional root canal treatment. والمين فاكتورز هذينا هو الدياجنوسيس والكلينيكال ايفالويشن للريمينينج بالب تيشو الموجود. حنبدا بالاول فاكتور افكت اللي هو الدياجنوستيك تيرمينولوجي بيست على البيشنت سيمبتومز وعلى السنسيبيليتي تيست تيرم ريفرسيبل وريفرسيبل بالبايتس هن المين بالبال دياجنوستيك كاتيجوري. والترمز هذينا هن introduced to guide للكلينيكال decision procedure. لكن في histological study قالت ان في validity of this term ما زالت questioned. يعني ما فيش clear cut of point between reversible and irreversible bulbitis based on the patient symptoms. يعني بعد ما many studies وخاصة ان الhistological study تعتبر strong evidence ان نحن نعتمد عليه. فالميني ستادي شافوا انه هو وبالاخص اللي هو ريكوتشي الاوثر هذا ممكن اكثر شخص اعتمد على الهيستولوجيكال ايفيدنس انه هو يثبت ان ريفرسيبل والريفرسيبل بالبايتس ما تعنيش الا كونديشن حاله صايره للبلب نوت انتاير للروت كانال كلها. فهنا نقدر نقولوا ان نحن فولوينج بيتر اندرستاندينج للهيستوباثولوجي اوف ديب كارييز ليجن اند هيلينج بوتنشال للانفليمد بلب ان ريفرسيبل والريفرسيبل بالبايتس اكتشوالي هو كونديشن حاصله للبلب بارت منه مش انتاير البلب. الهيستولوجيكال سلايد هذه تبين ان هنا بس الانفلاميشن ليميتد للسايت اوف اكسبوجر وايل ذا ريمينينج روت كانالز ابير نورمال. والنقطه الثانيه اللي هي طبعا مع الدياجنوستيك تيرمينولوجي بان انه هو ريفرسيبل والريفرسيبل بالبايتس وشن الكونفيوجن اللي حاصل. حاجة تانية أن نحن الستدي هذه ريبورتد أن السيفيريتي للكلينيكال سيمبتومز ملهاش ريليشن مع الإكستنت أوف ذا بالب انفلاميشن. يعني هذينا تو سلايدز التو بيشنت واحد ونفس السيمبتومز هم اثنين سيمبتومز الريفرسيبل بالبايتس لكن لما شافوها أندر هيستولوجيكال ستدي لقيوا أن جزء منه في سيفير إكستنشن للإنفلاميشن والتاني حيكون بس ليميتد للسايت أوف بيش كيريز إكسبوجر.
الحاجتين اللي حكينا عليهم وهم مهمات في الكلينيكال ايفالويشن والدياجنوستيك تيرمينولوجي، ان نحن نكونوا الديسيشن ميكنج ريجاردنج للفيتال بالب ثيرابي للبيرمننت تيث وذ كلوزد ايبكس. عندنا شيء ثاني ومهم اللي هو رول اوف كابينج ماتيريال والافكت متاعها على الفيتال بالب موداليتي. تراديشنالي نحن كنا نستخدمه في الكالسيوم هيدروكسيد واز ذا ماتيريال اوف تشويس وذ ايش ذير ليميتيشن اللي هو ديفيكلت في solubility والهاندلينج واللو ميكانيكال سترينث فولود باي ذا ام تي اي والام تي اي ريبورتد هاي سكسس ريت وايل يوزنج ان كومبير وذ ذا كالسيوم هيدروكسيد في الكابينج ماتيريال. ذا لاست وان از ذا كالسيوم سيليكيت بيست سيمنت وهي تعتبر من البايو سيراميك ماتيريال. الماتيريال هذه من اول ما طلعت وهي خلت الفايتال بالب ثيرابي وذ هاي سكسس ريت خاصه في التريتمنت البيرمننت تيث وذ كلوزد ايبكس. الهاي سكسس ريت هذا خلانا نعتمدوا على ان طبعا ديبندنج اون ذا ايروبيان سوسايتي اوف اندودونتولوجي خلت الفايتال بالب ثيرابي هو اللي هو ريكوجنايزد از تريتمنت موداليتيز للحالات اللي زي هذه. طبعا الهاي سكسس ريت للهيدروليك كالسيوم سيليكيت بيز سمنت هو اللي خلانا ان احنا نتجه اكثر شور الفايتال بالب ثيرابي اوفر على الروت كانال تريتمنت. حنمر على السريع على الانواع الفايتال بالب ثيرابي الدايركت بالب كابينج والدايركت بالب كابينج. وهنا كيف ندير ديسيشن ميكنج. الديسيشن ميكنج هنا يعتمد على الكلينيشن ابيليتي ان هو يقدر يفرق ما بين السوفت دنتين والفيرم دنتين. طبعا هنا حنتكلموا على ان احنا معتمدين على اللاست ماتيريال اللي هي الكالسيوم سيليكيت بيزد سيمنت. هنا بعد ما الدايركت والاندايركت بالب كابينج لو صار فيلير في التريتمنت حنمشوا للبارشل بالباتومي او للشيفكس بالباتومي. وحتى هو ريبورتد هاي سكسس ريت لما استخدموا الكالسيوم سيليكيت بيز سمنت. بس المهم ان البروسيجر تكون تشيل كل الكاريز دنتي ويكون عندنا كونتينوس بالب تيشو والاهم فاكتور اللي هو كنترولنج للبليدنج. لو حصل كنترول للبليدنج نحط لهم الكالسيوم سيليكيت بيز سمنت والفاينل ريستوريشن جود سيل والفولو اب. لو حصل فيلير في البارشل حنمشوا ديسيشن ميكنج الاخير حيكون فول اور سيرفايكال بالباتومي قبل ما نقولوا روت كانال تريتمنت. هنا البروسيجر على السريع حتكون ان نحن نشيل كل الكورونال بالب تشامبر وكنترول للبليدنج وهذه اهم ستيب وحنحكوا عليها في الفلو شارت. وبعدها حنحطوا اللي هو الكالسيوم سيليكيت بيز سمنت والفاينل ريستوريشن. وطبعا هنا بعد ستادي واجر ريبورتد ان هو في الهاي سكسس ريت يوصل 95% بعد سنه من الفولو اب. هذه ستادي ثانيه معناها لما نحن حنجي على حسب ما اللي هو البوزيشن ستيتمنت للامريكان اسوسيشن والاوروبيان سوسايتي للاندودونتولوجي لازم تعتمد على ان الكلينيشن لو انا بنختار الفايتال بالب ثيرابي على الروت كانال تريتمنت لازم الكلينيشن ان هو اب تو ديت وكون فاميلياري مع كل الايفيدنس بيست ريسيرش ومع اللي هو الستيتمنت للامريكان اسوسيشن يكون ابديتد وللاوروبيان عشان نقدر نوصل اتشيفينج لسكسسفل تريتمنت اوتكم. طبعا لونجيفيتي للتيث. هنا الفلو شارت وهذا ريسنت اللي هو دراسه 2024 البيرمننت تيث وتكون فيها كيريز اكسبوجر دايجنوست از ريفرسبل بالبايتس. احنا عاده لما جينا حاله زي هيك في العياده على طول روت كانال تريتمنت. لا هنا اللي هو النيو ابروش قال لك قبل الروت كانال تريتمنت ممكن تبدا بارشيال بالباتومي وحكينا عليها. اهم فاكتور هنا انك انت سوكد للكافيتي بالكالسيوم بالصوديوم هايبوكلورايد لمده 10 مينتس. بعد ال 10 مينتس لو صار كنترول البليدنج حنكمل ونحط اللي هو الكالسيوم سيليكيت البايو سيراميك ماتيريال وفاينل ريستوريشن. لو صار فيلير حنمشي للفول بالباتومي. بعد الفول بالباتومي ان احنا شلنا كله واهم حاجه ركزنا الكنترول البليدنج بعد 10 مينتس. وهذه هي المشكله الكلينيشن ما يركزوش على التايم واهميته وعلى السوكت بالكالسيوم بالصوديوم هايبوكلورايد ان هو عنده افكت على ان يوقف البليدنج. لو ما حصلش كنترول البليدنج حتمشي اللي هي الكونفنشنال روت كانال تريتمنت. وهذا الفلو شارت الاخير بالنسبه للفيتال بالب ثيرابي ان هو ما بين الفيتال بالب ثيرابي والروت كانال تريتمنت. حنمشوا على ريسنت ريكومنديشن. اخر ريكومنديشن للامريكان اسوسيشن قال لك انك انت زي ما تقول للبيشنت ان الكونفنشنال روت كانال تريتمنت لها فيلير ولها هاي ريسك للفيلير حتى الفيتال بالب ثيرابي ما تقولش ان هذه تريتمنت والماتيريال المستخدمه. فلازم تقول لان هي لونج تيرم فولو اب اكزامينيشن والبلب سنسيبيليتي تيست والبيري ابيكال راديوجراف ار امبورتنت فاكتور للسكسس للفيتال بالب ثيرابي. فهنا لو السيمبتومز طلعت عندي كلينيكال انا اشتغلت وطلع عندي كلينيكال سيمبتومز وتكون عندي بري ابيكال باثولوجي على طول حنمشي لنكست ستيب حتكون روت كانال تريتمنت. هاو تو ايفالويت اللي هو الاوتكم ان نحن البيشنت يكون ابسس لاني كلينيكال ساين وسيمبتومز اللي جاني بيها
ويكون عنده اللي هو نورمال ريسبونس للالكتريك بالب تيستر او للفيتاليتي تيست، والكواليتي اوف لما نجي ندير فولو اب كواليتي للبيز الكالسيوم سيليكيت بيست ماتيريال والكورونال سيل، وما يكونش في اي بري ابيكال باثوسز صار لا ديفلوبمنت. مع كل الادفانتج للفيتال بالب ثيرابي اللي هي مور اكسسبل، يعني هذه الحاجات اللي خلت اكثر حاجه الابروش هذا يمشوا، لانه مور اكسسبل، كوست افكتيفنس اقل شويه من الروت كانال، سيفر سمبلر ومينيمال انفيسيف، يعني مش هنضطر نخشوا في الروت كانال، وتحتاج تايم اقل، الا انها في جاب بخصوص الفولو اب وانك انت كيف الاسسمنت متاع الاوتكم. يعني نحن مشكله عندنا في الفيتال بالب ثيرابي محتاج فولو اب. في الروت كانال كونفنشنال ممكن لو في اي اشكاليه شهر 3 شهور 6 شهور لو الامور تمام ما فيش مشكله، لكن عندنا في الفيتال بالب ثيرابي ممكن بعد فتره يصير هنا الفيلير ويكون البيشنت متوقع ان هذه هي التريتمنت اوبشن الصح، وبعدين يلقى نفسه انه هو خاش في روت كانال تريتمنت. معناها الكونكلوجن ان احنا باش نستخدم الفيتال بالب ثيرابي وهي فاليبل اوبشنز وذ هاي سكسس ريت على حسب اخرى الماتيريال اللي طلعت، لازم ان تكون التريتمنت بلان صح وبروبر كيس سيلكشن، والاهم حاجه الايزوليشن والكابينج ماتيريال والافكت نتاعها، وتكون عندنا جود كورونال سيل. لو من غير جود كورونال سيل حيث اول فاكتور انه هو حيسبب فيلير. فالاشياء هذه هي اللي تخلي ان احنا عندنا سكسس فيتال بالب ثيرابي وان نستخدمه اوفر على الكونفنشنال روت كانال تريتمنت. انا اليوم تكلمت بس على هاو تو ميك ا كلينيكال ديسيجن، الحاجه المهمه عندنا في العياده والماتيريال اللي تاثر، لان البايو سيراميك ماتيريال اللي هي تستخدم تو بكثره سواء سيلر ولا بايو اكتيف وبايو اندكتيف ماتيريال، فهي الشيء اللي خلانا نتكلموا على بس الكلينيكال ديسيجن ميكنج وكيف نعرف الاوتكم لكل ماتيريال. وشكرا. My presentation today will be about knowledge, awareness and attitude of lipium patients toward dental implant as a treatment modality of oral rehabilitation. بداية التوث لوث can lead to functional impairment, loss of adjacent contact, supra eruption of opposing teeth, difficult speech, low self-esteem, aesthetic problems. All of these things lead to, we have to restore the teeth to restore the function and aesthetic for the patient. There are numerous prosthetic options available to replace the missing teeth. ممكن تكون عن طريق dental implant أو conventional fixed prosthesis or removable prosthesis, سواء كانت partial or completely. There are factors affecting the choice of the treatment option, which include the cost, discomfort, dental phobia, and avoiding tissue damage of the adjacent. Since the identification and acceptance of the concept of osseointegration, the use of dental implants to replace the missing teeth has grown rapidly and widely. Lack of knowledge about the available treatment options presents challenge, particularly in developing countries. Demographic factors like age, sex, education, socioeconomic status, and place of residency are very important factor or have impact on the general public awareness and evaluation of the implant. This according to study performed in England. Dental implant awareness have been investigated in a number of populations, including Indian, Turkish, Chinese, Malaysian, Syrian patients. Each of these studies conclude there is very little knowledge about the dental implant. On the other hand, there is other research performed in Saudi Arabia, India, Switzerland, Norway indicated there is a reasonable level of awareness and positive attitude. The aim of this study, there is a lack in the dental literature in Libya concerning patients' awareness and knowledge of dental implant. Thus, the purpose of this study was to evaluate the level of patient awareness and knowledge in Libya regarding implant-retained prosthesis as a treatment option to replace the missing teeth, and also to evaluate if there is a correlation between the demographic factors and the awareness.
الماتيريالز اوف ذيس ستدي ان هي كانت كروس سيكشنال ريتروسبكتيف سيرفي كاريد اوت ان جون 2016 to 2018 at both prosthodontic department of faculty of dentistry university of Benghazi and prosthodontic department at faculty of dentistry Libyan international medical university in addition to multi private dental clinics. Approval for this study was obtained from the dean office of both faculties and the dental syndicate of dentistry in Benghazi. Participants in this study كانوا 900 patients or subjects, included all partially and completely edentulous patients wearing complete denture, removable denture, fixed prostheses, سواء كانت crown, bridges, veneers, or dental implants. الريسبونس ريت كان 60%. فاكتوالي مشكله 900 بيشنت هم اللي دخلوا للستاتستيكال اناليسيس، لكن 540 بيشنت هم اللي كملوا السيرفي، وهو كان سيلف ريبورتد كويستشنير ديزايند ان عربيك اند ذن ترانسليتد تو ديزايند ان انجلش اند ذن ترانسليتد تو عربيك. Results for this study in the majority of the patients كانوا female. يعني 74% من ال total sample كانوا female. The mean age of the participant كانوا 48، يعني المتوسط يعني كانوا في حدود 48 سنة. The education level most of the participants كان عندهم secondary education بنسبة 72%, followed by primary education 20%, and then universities and institutions. The type of the prosthesis in this study تقريبا كانوا 60% من البيشنت كانوا wearing fixed prosthesis أو عندهم fixed prosthesis، بينما 40% كانوا removable prosthesis. والبيشنت 60% اللي هم كانوا fixed prosthesis أغلبيتهم كانوا crowns و bridges، والبيشنت اللي 40% removable كان أغلبيتهم acrylic RBD و very little percent كانت للcomplete dentures والcobalt chromium. This data show preference of the patient for a more recently constructed fixed prosthesis compared to the removable. البيشنت كان هذه عطتنا أن البيشنت يفضلوا ديما الفيكسد prosthesis أكثر. Knowledge and awareness كانت there's a high level of awareness of the patient toward the dental implant. 96% من ال patient كانوا aware أو heard about the dental implant، بينما 3% كانوا unaware of this kind of treatment. ال patient اللي دخلوا لل 540 patient كان في منهم 9.5% من ال patient عندهم dental implant أو implant supported prosthesis. 7.8 منهم كانوا عبارة عن implant supported fixed prosthesis، و 1.7 كانوا removable implant supported removable prosthesis. برضو هذه بينتنا أن البيشنت preferring implant supported fixed prosthesis أكثر من removable. When asked about the limitations أو هما ليش ما اختاروش الدنتال implant أو ليش ما داروش الدنتال implant، كانت النسبة أن 30% من البيشنت قالوا ان الكوست اوف ذا تريتمنت واز هاي، 15% من البيشنت نوت ويلينج تو دو ذا دنتال امبلانت، اغلبيتهم كانوا يقولوا ان هو افريد خايف من السيرجري والكومبليكيشنز اللي تابع لها. في 11.9% قالوا ان هم كانوا كونترا انديكيتد باي ذا دنتست، يعني قالوا لهم ان الامبلانت ما هيش التريتمنت اوبشنز اللي انديكيتد لهم. 10.5% من البيشنت not told by the dentist about this treatment option، يعني الدنتست ما قالش الاوبشن هذا.
والبيرسنت الثانيات كان يعني 1% قالوا unavailable، يعني ممكن هذوما patient out of the city ما عندهمش الفاسيليتي هذه. في patient ثانيين قالوا ان البروسيجر طويل وانا ما نبي حاجة اسرع، وفي patient دايرين بروسيسز قالوا لما نحن درنا بروسيسز كان في هذاك الوقت الامبلانت مش متوفر. Regarding to the education, there is significant difference in the knowledge about the implant among the individual based on their educational background. يعني the patient اللي عندهم primary education were less likely to know about the implant compared to the patient with secondary education or higher. Discussion بالرغم ان the tooth loss is preventable, it is still regarded as a public health concern لأنه هو حتى في السنين الأخيرة still there the patient extracting their teeth. According to this study في 93% من البيشنت اللي هم 540 دخلوا للستدي، 93% منهم عندهم at least extraction in the last few years. ف this high proportion might suggest that among the population surveyed, extraction are a common dental procedure. في بعض الحالات dental implant is the only viable option for the patient for successful rehabilitation and quality of life restoration. But one problem is not all the patients are aware of the available treatment, especially in the developing countries. الستدي هذه قالت ان في 96% من البيشنت اوير توورد دنتال امبلانت، و 9.5% من البيشنت اللي دخلوا ستدي عندهم امبلانت سبورتد بروسيسز. كانت مختلفه عن ستديز يعني مديورات باذر ريسيرشرز وش ستيتد لو ليفل اوف اويرنس، في من قال انها كانت 25، في قال 27، 14، 56، 16، هذه الاويرنس ليفل. في المقابل في اذر ريسيرش اللي زي ما قلنا في سعودي اريبيا، سويسرلاند، نوروي، قالوا ان there is high level of patient attitude and awareness toward dental implant. Regarding the education level, ان البيشنت اللي هم primary educated patient عندهم less knowledge toward the implant مقارنه بالsecondary والhigh education. So هذه تنبهنا ان الهيلث كير بروفيشنال اور ذا دنتست شود كونسيدر ذا ادوكيشن ليفل اوف ذير بيشنت وين ديسكاسينج ذا تريتمنت اوبشنز. هذه كانت متوافقه مع دراسه دارت في 2016 النيجيريان بوبوليشن هو فاوند ذير هاير ادوكيشن، البيشنت عندهم هاير ادوكيشن ليفل، عندهم نولج اكثر، واغلبيتهم انفورمد اباوت ذا امبلانت باي ذير دنتست. دراسة دارت الدكتور ربيع الهوني في 2017 revealed that there is increasing interest in choosing dental implant as treatment option among the Libyan population. So the implant dentistry at the undergraduate and postgraduate levels should be engaged in academic program. In relation to the gender or the sex of the patient, most of the participants كانوا female. ومن البيشنت اللي عندهم امبلانت برضو كانوا 76% من البيشنت كانوا فيميل و 23% كانوا الميل، وهذا يعني ميري فير تو ذا ستريكت استاتيك ديماند اوف ذا فيميل بيشنت. In this study regarding to the age, الأغلبية كانوا middle to old age. This explained by the middle age and educated population had growing interest in dental technology advancement. هذه كانت متوافقة مع study performed by Per Gittel هو في النرويج اللي قال إن well educated patient في middle age كانوا knowledgeable about dental implant. في دراسة ثانية في 2020 قالت إن الدنتال إمبلانت the best treatment option، لكن despite its higher cost، لكن يعني higher cost، لكن هي ما زالت إن هي related لل increased quality of the life by improving dental health, mastication or speech and comfort. So individuals with greater income were more likely
to select dental implant as the first option. هذه كانت يعني ان البيشنت اللي عندهم هاي انكم هم بس اللي كانوا قادرين على الامبلانت. دراسه ثانيه قالت ان البيشنت مع ان السمول بيرسنت من البارتيسيبنت قرروا انهم يديروا امبلانت لكن شويه منهم اللي داروه, والسبب يرجع الى الهاي كوست وان البيشنت افريد فروم ذا سيرجري واللونج ديفيكالت بروسيجر وانساتسفاكتوري استاتيك outcome especially in the female. هذه مثلا نفس الريزلتس اللي طلعت في دراستنا. consequently the patient ought to be on, يعني نقدروا نعلموا البيشنت ان there is another implant technique زي الفلابلس او non surgical implant placement. الفيكسد بروسيسز كانت هي اغلب النسبه الاغلبيه في الاستادي هذه, نتيجه ان البيشنت tend to be happier with the function والاستاتيك والابيرانس والسبيتش مع الامبلانت سبورتد فيكسد بروسيسز, لان الفيكسد بروسيسز عندها higher retention وستابيليتي which can result in higher occlusal forces for function. دراسة ثانية قالت ان في 2014 ان الفاكتورز اللي خلت البارتيسيبنت ما يختاروش الامبلانت الهاي كوست اوف اورال امبلانت ان كومباريشن تو ذا بوبوليشن لو انكم, lack of the implant equipment in the majority of the public hospitals and the majority of the patients are not informed. هذه كانت متوافقة واجد مع الريزلت متاعتنا. برضو ان البيشنت اللي اختاروا الانفورمد باي امبلانت باي ذير دنتست وما اختاروهاش واختاروا الكونفنشنال, لقيوا في ستادي قالت ان الكوست اوف ذا كونفنشنال, هذه حتى البراكتيكال لايف نتاعنا, ان الكوست اوف ذا كونفنشنال بريدج هي هاير من السنجل امبلانت. يعني انا لما بيجيني بيشنت خالع سن بنديله 3 يونت بريدج الكوست نتاعها تكاد ذا سيم او اكثر من السنجل امبلانت, لا وبزياده ان البريدج حيكون في ساكريفاينج اور بريباريشن ساوند تيث, يعني هو از نوت كونزرفتيف, يعني امبلانت economic أكثر وconservative أكثر. conclusion of this study, study showed all the patient or almost all the patient were aware of the dental implant reflecting the increasing popularity of this dental procedure. There is significant correlation between the demographic factors, the age, the sex, education, يعني these factors to the dental implant awareness, and this should be considering when treating a dentulous patient. Conclusion أخرى وأنا نقدر نعتبرها recommendation أكثر, أن most of the patient in the dental most of the patient found dental implants very expensive and unaffordable. So an effort should be made to reduce the cost of dental implants and make it more affordable and providing this modality of treatment in the public hospitals and polyclinics. الحاجة الأخرى أن باعتبار أن في نسبة 10% أو أكثر من البيشنت not informed by the implant by their dentist, so the dentist should be more involved in promotion of the implant information as treatment modality to replace the missing teeth. Thank you. عنوان ها effect of silver diamine fluoride and potassium iodide on shear bond strength of composite resin to caries affected dentin. هي طبعا جديد علي المكان. هنحكي introduction وبعدين aim of study, material method, result and discussion, study limitation, conclusion and recommendation. Dental caries is the most common oral health problem worldwide, affecting 80% of population in many countries and affects their quality of life. The management philosophy of dental caries has been changed over the last century. Traditionally, this process needed a purely surgical approach, drill and fill, with GV black cavity design and extension for prevention. As improved understanding of pathophysiological process of dental caries in recent years has led to minimal intervention dentistry. One such approach has been attributed to Nishano et al, who described caries arresting properties of silver diamine fluoride.
SDF طبعا يحتوي على سيلفر ايون هي انهبت اند اليمينيت كاريوجينيك بكتيريا باي انترفيرينج وذ ستراكشر اند فانكشن اوف بكتيريا نيوكليك اسيد اند بروتينز. ذا SDF تريتد دنتين مينتينز سيلفر اند فلورايد سو بكتيريا ويل بي انيبل تو فورم باي فيلم اون ذا تريتد سيرفيس. فلورايد بروموتس ريمينلايزيشن باي فلورو ابيتايت فورميشن. بلاك ستين of dental tissue is the adverse effect of SDF. عشان نلغوه يا حاجتين يا increase application of potassium iodide immediately after SDF application. والحاجة الثانية أنه يتحطوا glass enumer يا composite عشان تغنطوا البلاك ستين. Aim of this study to investigate the effect of silver diamine fluoride and potassium iodide treatment on shear bond strength of composite resin to artificial caries affected dentin. The objective to نشوف الإفكت investigate effect of SDF and potassium iodide on bond strength of composite resin bonded to artificial caries affected dentin. Second, اللي هو effect of potassium iodide on dentin discoloration caused by SDF. Material and method. Study design. Dentin slices prepared for from extracted molar teeth. All slices are demineralized and divided into three groups: SDF treated dentin, or other another slices SDF followed by potassium iodide, and the control group. All immersed in the artificial saliva for 1 day and color assessment. Done bonding with composite and shear bond tests. معليش أنا بذكر الماتيريال طبعا الـ SDF هذه هي السيلفر دايامين فلورايد وعندنا بوتاسيوم ايودايد زمان طبعا أنا خذيتها بودر ودرنا ساتوريتد سوليوشن باش استعملنا توا موجود في السوق الاثنين محطوط الـ SDF مع البوتاسيوم ايودايد في نفس الكت. طبعا قسنا الكالر ديسكريشن بسبكترو فوتوميتر وعندنا الاسترون ماشين هذه عشان نقيسوا الشير بوند سترينث. الميثود طبعا سامبل كولكتد 60 انتاكت اند كاريس اكستراكتد تيث اند ديبرايد و ستورد اند كلورتامين سوليوشن ات روم تمبرتشر تيل يوز. سامبل بريبريشن جرايدنج وفاينل سلايزز سامبل دنتين ديسك sample with mold and dentin slice polishing and demineralization done. طبعا sample group 60 sample group 1 treated with SDF group 2 treated with SDF followed by potassium iodide and the other one third one control group no treatment. طبعا group 1 application of SDF done with طبعا simple technique هي with brush يعني مش بعدين بوتاسيوم ايودايد في طبعا ثاني حاله الثاني جروب حنديروا الاس دي اف فولود باي بوتاسيوم ايودايد. الكالر اسسمنت دان طبعا هذا هي قصه بالسي اي لاب كالر سيستم في اكويشن تستعمل يعني بعد ما تاخذي الدي اي هذا هي الكالر تشينج طبعا بون تيست طبعا كل العينات حاطين عليهن اتشينج دنتين وبعدين حطينا طبعا بوندنج نفس العمليه كومزيت ابلكيشن وبعدين فوتو كيورد ريزن بعدين كل البريبيرت سامبل افتر ريموفال من المولد طبعا حطيناها في الماشين هذه انسترون وشافوا البون تيست. All sample were tested for shear bond strength after composite resin application. The load required to debond was recorded in Newton. Shear bond strength calculation هو طبعا يساوي load at failure was divided by load bonding area to express the bond strength. Data analysis was conducted using SPSS software version 25. طبعا المين والستاندرد ديفيشن مينيمم ماكسيمم اوبزرفيشن وير يوز تو ديسكرايب ديستريبيوشن اوف شير بوند سترينث اند كلر تشينج سينس داتا نوت نورمالي ديستريبيوتد كلاسيكال ويلز تيست واز ابلايد تو كومبير ذا فري
the three intervention is used in present study. The value for all statistical tests was set as 0.05 as a significant level. Color assessment. Color change test result measured in delta A. It was found that SDF plus potassium iodide group recorded statistically significant higher color change mean value. طبعا هذه النتيجة أن البوتاسيوم أيودايد تحد الأيودايد مع السيلفر في الإس دي إف وكون سيلفر أيودايد اللي هو بريسيبيتيت وتقدر تغسليه فايش يحول بلاك ستين. هذه هي القصة متاع فائدة البوتاسيوم أيودايد. Our result were agreement with Ngan at 2017 قال إن treatment of teeth with potassium iodide solution after SDF treatment significantly reduced the discoloration caused by SDF. قال في 2019 عند report case confirming that application of potassium iodide helps to reverse staining caused by SDF to a large extent, but restoration margin still be at risk of discoloration. الاكسبلينيشن هو زي ما قلت لكم الايودايد اللي في البوتاسيوم ايودايد اتحد مع السيلفر في السيلفر دايماين فلورايد واعطانا راس بهذا السيلفر ايودايد تقدر تغسليه وحول الكلر. شير بوند سترينث طبعا في الاس دي اف والجروب اللي تريتد بالاس دي اف والجروب الاس دي اف مع البوتاسيوم ايودايد هذين اعطانا هاير شير بوند سترينث اكثر من الكنترول جروب. Difference was ليش؟ لأن في الكنترول جروب تعرضت مرتين اتشنج عشان نفس الديمراليزيشن كل العينات وبعدين تعرضت الاتشنج مرة تانية لما حطينا الكومبوزيت فقعدت أضعف، لكن هذين السيلفر والفلورايد قوّن الدنتين عشان هيك الشير بوند فيها من ريزلت هذه بزيف ذات ذا بوند سترينث اوف كومبوزيت ريزين واز نوت افكتد باي ابليكيشن اوف اس دي اف اور اس دي اف بلس بوتاسيوم ايودايد. Our result مع نايتس اللي هو 2006 found application of SDF potassium iodide followed by washing away of precipitate and air dyeing created bond strength that were not significantly different to a conditional sample. يعني ما تأثرش البوند بتاع الكومبوزيت بوجود ال SDF ولا سيلفارج. هذا حتى هو في 2016 showed pre-treatment of dentine with SDF potassium iodide minimized nano leakage at resin dentin interface without adversely affecting the bond strength of resin composite to dentin and may enhance. وقال بالعكس هو ممكن زاد الادهيزف resin bond. في خزيمي هذا هو الوحيد اللي قال ان dentin surface treated with SDF potassium and then bonded showed significant weakness. Study limitation طبعا هي completely مش oral environment طبعا في اللاب فعشان هيك خاصك في الكلر اسسمنت ما هيش يعني في limitation والهاي اكسبنس طبعا لان درناها في معمل برا في مصر فطبعا في تكاليف المعمل. Conclusion there was statistically significant difference between values of shear bond strength for all groups. Bonding of composite resin to affected dentine surface treated with SDF or SDF plus potassium iodide did not compromise the value of shear bond strength. Bonding of composite resin to affected dentine without any surface treatment showed اللي هي قلنا عليه lost bond strength. For color assessment, there were significant difference between all test group regarding color change treatment of dentine surface with potassium iodide solution after SDF treatment reduced discoloration caused by SDF. Recommendation, the effectiveness of this combination SDF and potassium iodide treatment should be clinically proved. If cares can be rested and with non-invasive treatment, a low-cost treatment may be more acceptable and practical for areas for low-income patients with limited access to comprehensive dental care. طبعا فيها هنا سيلفر داي امين لان فيها امونيا فالشود بي ديسكرايب للبيشنت. طبعا تو طلع على الاس دي اف قعد اس اف اللي هو سيلفر فلورايد من غير الامونيا حذفوها في اخر جينيريشن. ثانك يو. السلام عليكم ورحمه الله. ثانك يو اول فور كومينج هير توداي. انا نحب نشكر دكاترتي
my personal mentors للفرصة هذه. I am very honored to be back. موضوعي اليوم is one of the most common complications the root canal treatment اللي هو iatrogenic endodontic perforation. شن أهميته؟ كيف ندير prevention؟ ولو صار معايا كيف ندير management؟ Firstly, according to the American Association of Endodontics, iatrogenic perforation ممكن إننا نعرفه على إنه هو unwanted communication ما بين root canal system وال other supporting tissue. هو يصير ما بين 2-12% of all teeth endodontically treated. It's not considered very high, but it's not also rare. Unfortunately, لو صار معايا ما درتش detection كويس, ما درتش management كويس, حيدير لي failure و it will lead to tooth extraction. On the other hand, لو درت management كويس, the prognosis is considered good. في study حكت على 90 سن فيهم perforation, their nerve management 73% منهن were successful, which is very impressive. When it comes to the types of this mishap, هي تقسم according to the site. عندي, of course, perforation in the forcation area or coronal area. هي تصير معايا في the axis cavity step أو when we are looking for the canals. بالنسبة للstrip perforation, هي تصير في the instrumentation step لما ندير أنا over instrumentation أو لما نستعمل non-flexible file في curved canals. While the other type or the other position is a post-trail perforation, أكيد لما نكمل RCT now the tooth is ready for expecting the post, whether it's a wrong-sized drill ولا وانا أنا نستعمل في wrong angulation. We have some preventive measures we can use to prevent this mishap from happening. They are very simple, good to follow. They can prevent a lot of consequences. عندي magnification, نقدر نستعمل endodontic loops. نقدر اني انا ما نحطش rubber dam isolation الا بعد the axis cavity step, بالذات في tilted teeth, عشان يبقى عندي proper aspect of the angulation اللي صاير معايا. نقدر أكيد أني أنا نستعمل pre-operative radiograph pre-apical العادية, أو نقدر أني أنا ناخذ البير نحطه inside of the axis cavity وناخذ الـ X-ray عشان يبقى عندي estimation كويس للproximity متاع proximity متاع bifurcation أو the walls of the tooth. أكيد طبعاً a dentist must have a proper knowledge of the complexity of the tooth he or she are dealing with. يبقى عندي knowledge كويس للأناتومي متاع كل سن قبل ما أنا نبدأ نشتغل. الانسترومنت it's very helpful أني أنا نستعمل safe end pairs, بالذات في الديروفينج step in a safe manner. لو لأي سبب من الأسباب الperforation صار معايا, في عندي signs, في عندي detection tools نقدر أننا نستعملهن to confirm that I do have a perforation and it's better to start the management. The most common sign is sudden bleeding. لما يصير معايا bleeding هو warning sign أني أنا عندي perforation, بالذات لو صاحب sudden pain, لو local anesthesia مش ما حط عطيتش local anesthesia, أو burning sensation وأنا ندير في irrigation. نقدر أن ندير confirmation by X-ray, whether it's a radiograph, abic radiograph أو CBCT. نقدر أننا نستعمل abic locator لما ناخذ الفايل نحطه inside of the perforation site, حيعطيني negative reading which indicates أن الفايل قاعد عندي جوا في البرودنشيوم. أو نقدر طبعا نستعمل البيبر بوينت, كل ما نحط البيبر بوينت inside of the perforation site حتعطيني bleeding. زي ما قلنا سابقا ان البروجنوزز از جود, بس unfortunately not in all cases. في عندي فاكتورز اكيد ياثرن على البروجنوزز, زي مثلا التايم, كل ما صرفنا اسرع في المانجمنت كل ما كان البروجنوزز احسن. السايز اكيد كل ما كان سايز اصغر كل ما كان البروجنوزز احسن. الاكسسبيليتي طبعا اكسسبيليتي والفيزيبيليتي كل ما افضل كل ما البروجنوزز افضل.
location عندي في بعض locations of perforation are a little bit complex and a little bit difficult than others. زي مثلاً apical perforation, western perforation, it's a little bit hard to reach. وعندي أكيد الماتيريال مطلوب مني في الماتيريال إنه يبقى فيها properties كويسات علشان يعطيني outcome أحسن زي مثلاً ال biocompatibility وال regeneration. بالنسبة للمانجمنت of perforation حنحكي عليه ك case report. عندي female patient عمرها 58 سنة otherwise healthy came to a clinic تشكي من severe pain في ال premolar region. ما كانش في أي history of trauma. قالت إن هي دارت most of her upper teeth endodontically treated بس عشان تبي تدير Hollywood smile. ما كانش في أي pathological indication للRCT اللي هي دارتها. درنا clinical investigation كان positive للpercussion والdigital palpation. لما خذينا radiograph كان عندي unsatisfactory root canal treatment. كان في a lot of mishaps including perforation. بالنسبة للpremolar first premolar كان forcation perforation والsecond premolar كان post-drill perforation. درنا CBCT only confirmed the finding and the final diagnosis was periapical burdentitis acute and chronic. Acute في first premolar, chronic في second premolar. بالنسبة للforcation, perforation area كانت condensed with gutta percha. بعد الaccess cavity اندار الdrill وبعد الisolation اندار الaccess cavity through a full ceramic crown. نحول الcomposite طلع عندي a considerable amount of bleeding في perforation site. لما درنا bleeding control طلع عندي 3x3mm perforation. اندار disinfection بالhypochlorite sodium hypochlorite 1% بعدين dried بالcotton pellet بعدين صار في mixture ما بين الكالسيوم hydroxide powder واستيرال saline وانحطت في perforation site وسكر عليه temporary filling لمدة 14 يوم. بعد 14 يوم كان في second session كان ال pain completely removed. حولنا temporary filling والكالسيوم hydroxide was removed. A micro tweezer was used عشان نحول الجتا برشا من ال perforation site وتاخذ radiograph عشان نضمنه انه ما فيش اي foreign body في ال perforation site. بعد درنا irrigation كويس بال ultrasonic. بعدها نحط كولاجين سبونج انسايد عشان كفاصل ما بينه وبين الام تي اي. بعدها نحط الام تي اي. بعدها اويت كوتن عشان بس اسرع السيتنج تايم تاع الام تي اي. بعدها the other mishaps تعاملوا معاهن زي مثلا it was a skipped canal or an unobturated canal والobturation صار كيف ما ديما يصير. هذين steps بتاعت ال perforation management وال other mishaps management step by step. وبعدين نحط composite resin. كذلك لل second premolar same steps were followed ما عدا ان درنا الكالسيوم hydroxide dressing وانتظرنا لعند next session وكل شيء كان تمام. بعد جينا بنحط الام تي اي ما حطيناش الماتريكس سبونج لكن ما كانش في اي ليكج من الام تي اي. It was confirmed by x-ray و the obturation was followed step by step وحنحط composite resin كذلك. بالنسبه للفولو اب 1 month later ما كانش في اي post operative complications. ما كانش في swelling ولا edema. The patient overall was satisfied. 3 years later clinical intraoral examination ما كانش في اي signs اي pain وال x-ray سواء اذا كان periapical ولا CBCT ورن ان في new bone generation. التيك هوم مسج ان المسهاب هذي is not rare but if it happens and it's not detected properly ولا صار diagnosis بس صار في neglect او ما صارش في proper management it will lead to failure but in the other hand لو درنا management كويس we can save a tooth.
Thank you very much. نحن المنتجات على الأغلب ديما أساساً الكلوروهكسيدين، فالمنتج الجديد من منتجات الشركة اللي هو الكن جينجيفال كومبلكس. الكن جينجيفال كومبلكس هو نفس الكارياكس القديم البوينت 12% كلوروهكسيدين، بس زادولا تركيبتين إضافية اللي هي البانتا كومبلكس ومادة سي بي سي. الألبانتا كومبلكس هي عبارة عن ألانتوين وبانتينول، فالألانتوين مسؤول إنه هو يشيل الطبقة اللي صار لها إنفلاميشن بش يسمح للبانتينول والبوينت 12% كلوروكسيدين انه هو يوصل الديب لاير فيعطيني شنو افكت اسرع وفي نفس الوقت اقوى، بالاضافه لماده السي بي سي. ماده السي بي سي اللي هي سيتالوبيريدينيوم لوكلورايد، ماده انتي سيبتيك انتي بلاك ايجنت. فدور الكن جينجيفال كومبلكس هنا لعلاج الجينجيفايتس، لعلاج الالتهاب او البيريو دنتايتس. متوفر منا توث بيست وماوث وش، يقدر انه يستخدم المريض مرتين في اليوم لمده بس 17 ايام هيقعد عاطي النتيجه المرغوبة. بالنسبة للمنتج الثاني اللي هو البيريوكن، البيريوكن جروب اللي هو البوينت 20% كلوروهكسيدين، هو عبارة عن ماوت ووش وجل وسبري، متكون من ثلاث أشكال. البيريوكن ماوت ووش اللي هو النيو فورمولا هو عبارة عن بوينت 20% كلوروهكسيدين، ضعفوا لزادولة مادة بوينت 10% مادة السي بي سي، فهيك حيكون هايست كونسنتريشن for efficacious and complete oral protection. فهنا يستخدم عادة للبيريودنتايتس أكثر شيء، المشاكل اللي هن شنو للسيفير كيسز للبيريودنتايتس بالذات لما يكون generalized lesion. فبالنسبة للجل والسبريشن فكرتين، يتميز الجل إنه هو بخاصية البايو أدهيزفنس فيقعد داير كونتاكت مع التيشو فيعطي شنو الفاعلية أكثر. وبالنسبة للسبري تميز بالنوزل طويلة تلف 360 درجة، فبالتالي توصل للأن أكسيسبل أريا. فهنا على حسب الطبيب هل يعطي هو جل أو يعطي سبري وعلى حسب الحالة. هنخشوا على منتجات الاستخدام اليومي اللي هو الكن فريش. الكن فريش هنا للناس اللي هم يعانوا من هاليسوسيس أو باد بريث، هو عبارة عن ماوث ووش وتوث بيست وسبري. الماوث ووش تركيب مادة السي بي سي، السي بي سي هنا شغلها كأنتي سيبتك أنتي بلاك ايجنت، بالإضافة لأنه هو منكه قوي جدا بالمنت بحيث أنه هو شنو يدير ماسكينج لمشكلة الهيلاتوسيس، بالإضافة لأنتي كيرز اللي هو الفلورايد، وجود الصوديوم الفلورايد فيه بنسبة 1450 بي بي ام. فهذا يستخدم للاستخدام اليومي ومنتنانس بعد علاج اللثة أو الناس اللي عندهم مشكلة هيلاتوسيس أو يحبوا معجين الأسنان المنكهة القوية. هذا الكن فريش. الكن بي 5 حتى هو منتج للاستخدام اليومي، يميز وجود البروفيتامين بي 5. هنا يساعدني البروفيتامين بي 5 انه هو يجلي هيدريشن وفي نفس الوقت شنو يقوي اللثه. في تو برودكت يقوي اللثه وتو برودكت يتحكم في البلاك، وتو برودكت وظيفته انه هنا حمايه الاسنان، اللي هن البروفيتامين بي 5 والبي 3 هذين دور ان هن اثنين انه هن يقوي لي اللثه. بالنسبة للزنك والسي بي سي هنا للبلاك كنترول، السي بي سي زي ما قلت لكم سيتالوبيريدينيوم الكلوريد مسؤولة ان هي دي الانتي بلاك ايجنت. بالنسبة للفلورايد والزيليتول، وجود الزيليتول في الكيم بي 5 بهايلي كونسنتريشن هنا وظيفته ان هو كانتي بكتيريال ايجنت وفي نفس الوقت يساعد على الهيدريشن للفم. فهذا مناسب جدا للناس اللي هم شنو الدايابيتيك بيشنت، عاده ديما يعانوا من مشكله شنو الدراي ماوث، فمناسب جدا لهم. النكهه نتاعها متوسطه فمناسب للبريجننت، لانه عاده سيرين جاج ريفلكس من معجين الاسنان القويه، بالاضافه لانه هو زيرو الكحول فمناسب لجميع الاعمار من عمر الست سنوات ما فوق. الاورثوكن للاستخدام اليومي للناس اللي هم مركبين شنو أورثو، فبالتالي هو نفس تركيبة الكيمبي 5 بس النكهة هنا تختلف إنه هو الستراوبري منت. السنسيكن مشاكل السنسيتيفيتي عادة بين إن مريض يعاني من كرونيك سنسيتيفيتي أو سنسيتيفيتي مثلا بعد السكيلينج أو بعد البليتشينج، فالسنسيكن هنا برودكت لشنو المشكلة السنسيتيفيتي، متكون من كومبليت رينج بين ماوث ووش وتوث بيست وبرضه سبري وجل. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم ان شنو تركيبته الاساسيه قبل كل شيء اللي هو بوتاسيوم نيتريت وصوديوم فلورايد. بوتاسيوم نيتريت دوره هنا انه هو يدير لي بلوك للنيرف ترانسميشن، فبالتالي شنو ينقص لي الالم. الصوديوم فلورايد دوره انه هو يدير لي بلوك للدنتاينال تبيول سالين اكسبوجر، فبالتالي شنو يساعد على ان السنسيتيفيتي تخف. فهو الاستخدام اليومي الماوث ووش والتوث بيست يحتوي على 5%
من البوتاسيوم نيتريت في هذا الاستخدام اليومي. وبالنسبه للجل والسبري عاده بعد البليتشنج بعد السكيلينج فالجل يتميز بخاصيه البايو اتيزفنس، يعني مجرد ما نحطه على المكان حيدير كونتاكت حيقدر يعطي في الماده، وعاده يفضلوا فيه بعد البريباريشن فايتال توث وبعد السكيلينج وبعد البليتشنج. وبالنسبه للسبري يوصل الان اكسسبل اريا فعاده عادي بعد البليتشنج بعد الفينير، ممكن لو صارت سنسيتيفيتي بسيطه يقدر انه هو يستخدمه 4 مرات في اليوم على حسب المدة، لمدة شهر مدة شهرين اللي عنده تخف على المريض السنسيتيفيتي. الكين كير هنا المشاكل اللي هنا ممكن يصير للأورال ميكوزا، الانجري اللي هنا يصير للأورال ميكوزا مثلا نفس الألسر، فالكين كير هنا هو عبارة عن جل وماوث ووش بخاصية الألوفيرا. فالجل يتميز بوجود الألوفيرا ووجود الهايلورونيك أسيد. الألوفيرا دورها هنا ان هي انتي انفلاماتوري في نفس الوقت تهدي سيديتيف للانجري اللي هو صار. الهايلورونيك أسيد دورها هنا ان هو انهانسينج للهيلينج، فالجل مناسب جدا للألسر، مشاكل طقم الأسنان عادة تنشر ستوماتايتس او اول مرحلة لو صار فيه مشكلة يقدر المريض انه يحطها على الفيتنج سيرفيس بتاع الطاقم يلبسه يخفف عليه او يستخدمه لما يحوله في الليل. يستخدم 4 مرات في اليوم، مناسب جدا للاطفال للبريجننت سيف، في نفس الوقت يقدر يستخدمه لفترة طويلة، وعافانا الله للناس اللي هم ياخذوا في كيموثيرابي عادة يصير لهم مشاكل في الاورال ميكوزا فمناسب جدا لهم. الماوث ووش يستخدم للجنراليزد ليجن لما يكون اكثر من مكان صاير فيه الثر. الفلورو كين كالسيوم هذا منتج خاص للأطفال، هو عبارة عن صوديوم فلورايد وكالسيوم. صوديوم فلورايد بنسبة 1000 ppm والكالسيوم وبإضافة إلى الزيليتول، هذا مناسب للأطفال منذ ظهور أو سن أو لما الطفل يبدأ يتحكم في الفرشة والمعجون ويبدأ يستخدمه فمناسب جدا للأطفال. آخر منتج هنحكي عليه اللي هو البيريوكين. البيريوكين اللي هو 0.20% كلورو هكسيدين ومعه 1% هايلورونيك أسيد. 1% هايلورونيك أسيد هنا يميز أنه هو الجزيئات متاعها هاي المولكلار ويت، فبالتالي تسحب كمية كبيرة من المية للمكان فتساعد أن هي تدي لترطيب فإنهانسينج للهيلينج. فعادة هذا يستخدم بريو بوست سيرجري أو مع الإمبلانت أكثر شيء بعد الجراحات، تستخدم 3-4 مرات في اليوم. فهذين حالاتك توضيحية يوضح انه هو بعد 24 ساعة صار له الهيلينج وبعد يومين وبعد اسبوع. وهنا طبعا مع الجنجيفكتومي ومع الليزر، وهنا مع الفلاب ممكن نستخدمه 2-3 مرات في اليوم، نحطوه على المكان هيك ويقعد المريض ما ياكلش بعدها. وهيك كملت، شكرا. السلام عليكم. I'm very honored to stand on the same platform where my professor stood. It's a privilege for me, and I'm very thankful for this opportunity to present to you a case report ليا سنة كاملة نشتغل عليه. So I'm very proud of this case report, and I'll jump right into the case report. As it says in the title, it is the endodontic treatment of a periapical radicular cyst associated with a traumatized central incisor. My patient had the chef complaint of the unaesthetic appearance of his upper and lower front teeth, specifically regarding their irregular arrangement and the discoloration found in them. However, there was no other complaint of any pain or swelling or discharge that he reported. On intraoral examination, I was able to discover the presence of an Ellis class 2 fracture in the upper right lateral incisor, as well as the dark discoloration in the upper right central incisor. Both of these teeth were tender to percussion. However, they gave a negative response to vitality testing compared to adjacent teeth. Careful palpation of the buccal vestibule revealed no bony expansion. Radiographic examination consisting of panoramic view revealed the presence of a well-defined unilocular radiolucency in the upper right region, associated with specifically the upper right central and lateral incisor, and for better evaluation and localization of this lesion, I requested a CBCT radiographic image to better evaluate the dimensions of this lesion,
which revealed the presence of a well-defined osteolytic lesion, specifically extending well beyond the border of or the mesial border of the upper right central incisor. The lesion was roughly oval in shape. This was quite helpful in determination, not only the exact measurements of the lesion, but also to detect the presence of a labial plate perforation associated with both central and lateral incisor in the right lesion, as we can see in the video, as well as determine the origin of the lesion, which was, as we can see in this miniature video, that it's originating from the lateral incisor and not the discolored upper central incisor. This is a 3D reconstructive view showing the appearance of the labial plate perforation associated with both teeth. So now moving on to the most likely diagnosis, which is based on the patient's clinical history, clinical examination, and also radiographic examination to be a periapical radicular cyst. طبعاً for a more definitive decision on the final diagnosis, we would need to obtain a biopsy for histopathological examination. Moving on to the treatment plan, I decided to perform, obviously, the non-surgical endodontic treatment for both upper right central and lateral incisor. طبعاً لوجود external root resorption in both teeth, I decided to use the mineral trioxide aggregate material اللي نحنا كلنا نعرفوها إن هي MTA. استخدمت an MTA carrier for the placement of a 4mm apical plug of MTA. بعدها قررت إني أنا نعبي the entire root canal with MTA material, followed by the placement of a glass ionomer provisional restoration عشان نقدر ننتقل للخطوة الثانية اللي هي internal bleaching لل upper right central incisor. And as we can see, the result هذه بعد 2 weeks only, زي الخطوات المتعارف عليها إن أنا خليت 2mm glass ionomer barrier فوق ال root canal filling material, وبعدها حطيت ال internal bleaching material جوا ال pulp chamber, وتم استبدالها once a week زي ما متعارف عليها. السيشن الريزلت الأخيرة هذه كانت ريزلت بعد 2 weeks only. طبعاً الكلاس 2 LS fracture can restored by a composite restoration في ال upper right lateral incisor. This is the follow-up. As Dr. Sunusi mentioned in Bendri, the importance of follow-up is أعتقد هي one of the most important points في أي case report. إن أنت مش بس تبي تعرف الفيلير ولا السكسس, تبي تتأكد من هل اللي أنا درته was appropriate, هل اللي أنا درته كان ذو قيمة ولا لا. بعد 9 شهور we were able to see increased radio opacity within the dimensions of the lesion. طبعا قدرنا نحدد the exact measurements مقارنة بالinitial وبالpostoperative اللي هي عند 9 شهور لقينا في reduction في size of the lesion من خلال ال increased radio opacity وال bony growth, وهذا دليل على أن نحنا ال treatment was successful. This is the one-year CBCT, which showed a significant reduction, لأن تقريباً half of the size, من almost 11 millimeters to 6 millimeters in size. This is a video, a small short video that shows a comparison between the initial CBCT في الأكسيال section, طبعاً ما بين الانيشال وما بين اللي هي السي بي سي تي اللي اندارت عند 1 year. We can see the significant change, significant reduction في السايز متاع الليجن. وطبعا الاكسترنال روت ريزوربشن لابد من متابعته for بعد وقت اطول. ال 3D reconstructive, you can see ان البرفوريشن اللي عند السنترال انسايزر completely السكر apically, at least عند lateral incisor تقدر تشوف إنه هو في عندي bony growth و huge reduction في size.
Thank you. السلام عليكم مرحبا. أول شيء حب إلكم I'm very honored إنه أنا واقفة هون. وإن شاء الله موضوع topics تبعنا smoking and chronic peritonitis with the prevalence of the disease and the dose response relationship between them. طبعا نحن زي ما نحن كنا بنعرف إنه the periodontal disease هو a spectrum disease involving inflammation of the gingival tissues and plaque accumulation. وعادة إنه الجينجيفايتس هيصير فيها inflammatory damage للsupportive periodontal tissues which lead to periodontitis. طبعاً نحن عارفين إنه it's 11 most common disease according to the global burden اللي هي 2016 وكانت the prevalence ranging of it من 20% to 50%. There are several factors طبعاً عارفين نحن to cause periodontitis. One of them non-modified will modified. There's factors like in age, genetics, sex, smoking, diabetes, and so on. طبعاً 40% of the patients which develop periodontitis أغلبهم طبعاً كانوا smoker is a major risk factor. Our benefit for this research, first of all, إنه نحنا بدنا نشوف the additional risk factor for this, and we want to prevent this disease as well as start the healing program for it. The aim of our study, أول شيء طبعاً نحنا the prevalence with severity of periodontitis and the dose-response relationship among smoker. One of the most questions about the research was the effect of smoking prevalence of periodontal disease and the effect of smoking on severity of the periodontal disease and the relationship between smoking dose and periodontal disease. So our study material and method تبعونا كانت أول شيء نحن بلشنا cross-sectional studies وكانت من May 2023 لعند December. والسامبلز تبعونا كانوا patients من الليمو كلينيك اللي هن 210 patients. الpatient selection كانت depend على الانكلوجن اللي هن على الادلت سموكر وغير انه الpatients اللي هن above the age of 18. والexclusion كريتيريا طبعا اكيد we exclude any systemic disease والalcoholic or under drugs as well as الناس اللي هن حاطين orthodontic appliances. لو اجينا للكوشنير تبعونا حنلاقي انه اول شيء الجندر كانوا اغلبا ميل اور فيميل، الايج، الادوكيشن ليفل، السموكينج والاورال هايجين براكتس، وغير انه السموكينج سالنا هاو ماني سيجرتس بير داي، وغير هيدا كله انه النمبر اوف يير يعني هو الديوريشن اوف سموكينج للبيشنتس. الكلينيكال اكزامينيشن كانت اغلبها على البيريدونتال بوكيت ديبث وعلى الكلينيكال اتاتشمنت لاس، الفركيشن انفولفمنت والموبيليتي اند سو اون. So نحنا بالكلاسيفيكيشن تبعنا استخدمنا النيو كلاسيفيكيشن اوف periodontal disease كان اللي هو 2018. Let's go to the result and discussions. As we can see انه زي ما حكيت من قبل نحنا استخدمنا 210 patients بالcurrent studies كانت اغلبهم young age بيبدا اعمارهم من 18 to 34 of the patients واغلبهم طبعا كانوا Libyans. And for the female, طبعاً بالبلاد اللي برا بيكون في female وmale يعني they're smoker. بس here حددنا specifically كانوا males بسبب إنه society وإنه هني they quit smoking and so on. لو جينا لل prevalence of periodontal disease زي ما نحنا شايفين إنه the periodontitis كانت ماخذ النسبة الأعلى من ناحية 87%, بينما gingivitis كانت ماخذ just 12% of it. The severity of periodontitis in our result showed 35% of the participants of severe periodontitis اللي كانت stage 3 and 4 while the stage 1 and stage 2 كانت مخدين 28.9%. This compared to the other studies it show a highly significant rate انه with the periodontitis and with the results تبعونا. طبعا نحن في عنا high intensity of the smoking و low intensity of the smoking. ال high intensity كانت طبعا بنسبة 91% اللي هني كانوا heavy smoker بينما ال low كانوا 8%. ال level of education طبعا statistically ما كانش في أي significance recorded مع ال percent of education level, بس كانت أعلى نسبة للناس اللي هني smoker كانوا graduated patients كانت بنسبة 52%, بينما اللي هني undergraduated 42% and the lowest grade اللي هني كانوا postgraduated بنسبة 5%. زي ما كنا حكينا ال most effect in the level of education ما كانتش هي كانت أكتر شيء على ال oral hygiene practice of the patients.
طبعا as we can see هون انه البيشنتس اللي كانت ماخذي اعلى نسبه اللي هي وانس كانت 48% زي ما موجود عندنا بالباي. وبعدين next حنلاقي الناس اللي هني they don't brush او make practice their brushing their teeth كانت بنسبه 32.9%. واكيد طبعا اللوست اللي هني كانوا twice 90%. زي ما نحن شايفين هون انه الكوريليشن كان في كوريليشن بين severity of periodontitis مع الاورال هايجين. طبعا البيشنت اللي هني كانوا not brushing their teeth كانت بستيج 4 بنسبه 90% والوانس كانت بنسبه 9. اما ستيج 3 فزي ما نحن شايفين بالنو brushing their teeth كانت 45% و 50% للي بفرشوا اسنانهم مره واحده و 3% بالتوايس. طبعا نحن عارفين انه الموست كومن فاكتور اوف بريدونتال ديزيز وجنجيفايتس هن الدنتال بلاك. وزي ما في other studies كمان كانت shows 80% of the participant بال other studies show a poor oral hygiene وكانوا both of them involved in stage 4 و stage 3. طبعا هون في correlation between the smoking dose و other variables لانه هون موجود عندنا gingivitis 10% والperiodontal disease بالhigh واللow comparison between them 33% كانت طبعا الهني عند الgingivitis وال عند الperiodontal كانت most commonly الهني high بنسبة 89%. وطبعا الstages كل ما زاد عدد السموكين كل ما زاد الهني severe form of periodontitis اللي هني stage 3 و stage 4 بنسبة 36 و 40.1. لو اجينا طلعنا على severity of periodontitis مع الage والduration of smoking هنلاقي انه كل ما زاد عندي الage كل ما حيزيد عندي اللي هو chronic periodontitis للpatient وحتكون severe form اكتر. زي هون عنا الage 61% طبعا كانت severe form اللي هي stage 4 وstage 3 كانت ببلش اعماره من 48 وstage 2 34 وstage 1 23. بينما لما نشوف الduration كل ما زاد الduration تبع السموكين كل ما حيزيد الform of chronic periodontitis كانت عندي نسبة 33.55 years و 25 اللي هو stage 3 and stage 2 اللي هو 11% و 5 اللي هني كانوا recently smokers. طبعا the common idea of the periodontitis increase with age. Many studies show that the older age group had an elevated chance of developing periodontitis بنسبة 95% when compared to young adults. As the fact of our studies, as I said, in an older age show stage 3 and 4 more severe and 15 years of patients هني كانوا أكثر significantly مع الستاديس تبعونا. Considering the exposure response to the finding indicate among the daily smokers and the prevalence progressive of periodontal disease increase the cigarette intake, these are consist of the several studies. يعني نحنا كان عندنا studies كانت موجودة نفس هيدول ال results تبعونا. My conclusion اللي هي periodontitis had a high prevalence among the smokers and the increased destruction among the currently smokers show those depend relationship with the amount of cigarette consumption and smoking duration. Our limitation was, you know, we just practiced this examination on Limo Clinic and we didn't go further. Our study emphasizes, you know, نحنا we need a prevention for our young people who smoke in early stage, as well as a primary prevention like on oral hygiene practice and so on. This is my reference and thank you. Good afternoon, dear doctors and students. My name is Dunya Nan, and I'm here today to present to you my graduation case, a case report about the challenges of full mouth rehabilitation for a patient with hemimandibular elongation, with emphasis on the prosthodontic management. I would first like to start with introducing my patient. She was a female, 32 years old, female Palestinian patient. She presented to Limos Dental Clinic seeking treatment to improve the appearance of her destructed front teeth since 5 years ago. She has no history of pain, swelling, bleeding, or any other associated symptoms. The patient medically was fit and well with no relevant medical conditions. She's not undertaking any drugs. She's married with 3 boys, and she was a water pipe smoker. Of relevance to my case are these pictures, showing that the patient has a skeletal class 3 defect with hemimandibular elongation, which can be manifested both extraorally and intraorally. Extraorally, it can be manifested by her facial asymmetrical appearance and her concave profile, and her chin is slightly deviated towards the right side.
Intraorally, and as seen in these following pictures, we see that the patient has a slight midline shift towards the right side with unilateral posterior crossbite. The crossbite was stable with no displacement of the mandible during closure. She also has an edge-to-edge incisal relationship. Additionally, on intraoral examination, the patient revealed to have multiple carious teeth. Some of them were restorable while others were hopeless. Furthermore, the patient has multiple missing posterior teeth and due to substance loss of her anterior teeth in the upper and lower arches. As aforementioned, the previous findings can also be seen in the following study cast. Radiographically, and as shown on this OPG, I would like to emphasize the difference between the right and left condyles. Please note how the right condyle is slightly elongated in comparison to the left condyle, keeping in mind that in hemimandibular elongation, the chin tends to deviate toward the elongated side, which explains why my patient's chin was deviated towards the right side, which is the elongated side. After orthodontic consultation, the ideal treatment plan was to correct the skeletal problem using a combination between orthognathic surgery and orthodontic camouflage, and then we restore her missing posterior teeth. As the patient refused this option, the compromise treatment plan was to accept the skeletal problem by restoring her posterior teeth in a balanced occlusion bilaterally and to keep her buccal crossbite and an edge-to-edge incisal relationship with 0.5 millimeters clearance to avoid the failure of the prosthesis and trauma from occlusion. My treatment plan consisted of preparatory phases. These phases included the extraction of hopeless teeth, endodontic retreatments, root canal treatments, composite restoration for the restoration of carious teeth, and post-placement for teeth with insufficient tooth structure. This is the patient's informed consent. Starting with the first phase, which is the periodontal and preventive phase, which consisted of scaling, caries excavation, diet consultation, and oral hygiene instructions, and a follow-up period of 2 weeks. Moving to the surgical phase, which consisted of extractions of hopeless teeth, endodontic retreatments for failed root canal treatments, root canal treatments, and then moving to the, this is the follow-up period. That's not the focus of my presentation. So I'm just overviewing the phases. So this is a follow-up period for the teeth with insufficient tooth structure after 3 months that we decided to place post in them. Moving to the third phase, which is composite restorations for carious teeth. Root canal treatments and post-placement for teeth with insufficient tooth structure. Okay, sorry. This is the upper seven. And this is a core buildup for the upper right five. And now moving to the focus of my presentation for today, which is the prosthodontic management. These articles show similar treatment approaches were undertaken for patients with hemimandibular elongation, varying between removable prostheses and fixed prostheses, teeth-supported and implant-supported prostheses. As I previously mentioned, the main goal was to achieve bilateral occlusion and a stable crossbite. In order to do that, we had to start restoring her posterior teeth prior to the restoration of her anterior teeth. This was done using fixed partial bridges in her upper right and left sides to restore her upper right 4 and 5 and to restore her upper left 4 and 6. First of all, we started with taking primary impressions and asking the lab to make record blocks. We took a bite registration for my patient.
Along with my supervisors, I started teeth preparation for her upper right bridge to restore her missing 4 and 5. Her upper right 6 had deep caries, so we had to perform root canal treatments. And then I proceeded with the preparation, and then I took final impressions, sending them to the lab, and then we placed temporary PMMA bridge using temporary cement. In different session, I started the preparation of her upper left bridge to restore her missing 4 and 6, and then I took final impressions, sending them to the lab and constructing PMMA bridge with temporary cement also. In a different session, I started constructing temporary acrylic low removable partial denture as a temporary solution, as the patient was planning to have future implant in the lower right region and a fixed partial bridge to restore her lower right 4. So we started. We decided to make a temporary solution, which is a lower RPD, just to adjust her bite. And then we kept the patient for a follow-up period with her upper PMMA bridges and her lower removable partial denture, just to make sure that the patient's bite is well adjusted and there is no complaint of pain or discomfort. After that, we proceeded with bleaching of the lower teeth as the patient requested for the lightest shade. So we had to postpone the shade selection of her upper bridges upon the patient's bleaching request. After that, we proceeded with the shade selection, fabrication, and final cementation of her upper right and left bridges. After the final cementation, the patient complained of pain and discomfort in her lower left region. Intraoral examination revealed that the patient has an overhanging crown with pocket depth estimated 5 millimeter pockets. After taking a periapical x-ray, the periapical x-ray revealed that the patient has recurrent caries underneath the crown and caries in her distally to it, which is the 5, and slight alveolar crest bone loss. So I removed the overhanging crown and I removed the recurrent caries, placed a temporary composite restoration, and I prescribed the patient for a mouthwash, and I instructed the patient that a final treatment, which is a post and crown placement, cannot be performed until the pocket is completely eliminated. After that, I restored her class 2 caries in her adjacent tooth. As the patient's main concern was her anterior teeth, so I started preparation for her upper anterior teeth for receiving fixed crowns. So these are the try-in and the final cementation. After that, I managed the tooth substance loss of her lower anterior teeth by enameloplasty and fluoride application to avoid future hypersensitivity reaction. These are the final results. To conclude my today's presentation, I would like to leave you with the take-home messages. First of all, in such cases, it is important to have a proper diagnosis and case selection. We should exclude a pathological expansile lesion, a traumatic mandible and traumatic fracture. And also, if we decided that it is a growth imbalance or developmental growth defect, we should know and understand which type of it, whether it is a hemimandibular elongation or hyperplasia. We should know if there is displacement during closure, because it will change a lot in our treatment plan, as my patient was excluded from all the other options, so it was easy for us to construct a simple prosthodontic treatment. Second of all, the occlusion is the key element for the success of such cases. So as I previously discussed and mentioned, that keeping a balanced occlusion bilaterally was very important to give the patient good durability for her restorations. The third point is that time is very critical. We should explain and inform to our patients that such cases require a very long period of time. As for my patient, I lost contact with her after restoring her anterior teeth, so she wasn't completely cooperative. So a patient's cooperation to complete the treatment plan is very important.
Lastly, never hesitate to consult a specialist from different departments to achieve the most ideal and acceptable treatment plan. These are my references. Thank you all for attending. نحب نشكر حضوركم معنا اليوم. أنا my case report today will be about successful resolution of condensing osteitis associated with non-vital lower canine. My patient came to our clinic with a completely different chief complaint. The lesion, as you can see here, the lesion was discovered while performing a radiographical examination, intraoral periapical radiograph, show a well-defined, as you can see here, intraoral periapical radiograph showed well-defined lesion, radio-opaque, associated with the lower right canine, with discontinuity في lamina dura widening في periodontal ligament space. The tooth was non-vital, as it gave a vitality test when compared to adjacent teeth. Through the intraoral examination, the tooth was involved with this lesion. It's non-tender to percussion, non-tender to palpation, no any other symptoms were involved. بناء على ال patient history وال clinical and radiographical examination وبحكم ان ال histopathological examination cannot be performed due to the financial state of the patients, my diagnosis was condensing osteitis in a list of differential diagnosis. Idiopathic osteosclerosis was cementoblastoma. As we all know, in the condensing osteitis, here a dental condition where من inflammation ولا infection. تمام إن triggered by abnormal bone growth around the tooth and instead of break down the bone, so the bone become more denser and harder. Moving now to the treatment plan, was to perform a root canal treatment. To throw cleaning and shaping was done. Irrigation protocol was used. Filling material with the gutta percha inside the canal I was used. So the placement restoration as a final restoration كان عبارة عن composite restoration فقط بس as a final restoration. لأن كان في tooth structure كويس وكما كانش محتاج إنه يندار أي حاجة أخرى. طبعاً هو نحط خلال a week صار هذه الحاجة, يعني كان temporary restoration وبعدها week سكرنا final restoration عشان كان في finding عندي وكان asymptomatic. وكيف ما حكيت في البداية إني أنا لقيتها مجرد إنها هي accidentally في radiographic examination. تمام؟ بعدين خلاص the patient was recalled after 4 months for follow-up. وكيف ما شايفين هنا resolution صار after 4 months, يعني بادي في successful resolution. وطبعا patient under follow-up بس يعني شوية عشان a little bit patient uncooperative ما قدرتش ندير أكثر من مرة الفولو-up بيش نطمن على condensing osteitis. بس هو واضح في الصورة هنا كيف ما شايفين إنه هو بادي a successful resolution, شبه completely resolution لل condensing osteitis. That was my case report. Thank you for listening. أنا فرحانة بوجودي بين دكاترتي وزملائي اليوم عشان قدم يعني موضوع interested شوية. كان under supervision دكتور رفيق الكوافي. طبعا هو كان ال graduation research أنا وزميلتي دكتورة نيروز الشيخي, درناه as a poster وقدمته حتى في مؤتمر IDEX في طرابلس, وكان يعني أعجبهم وكان موضوع interested بالنسبة لهم. طبعا ال our study هي dentine hypersensitivity and association with tooth brush abrasion, هي cross sectional study في بنغازي ليبيا. طبعا واحدة من الحاجات الكومن واللي تقابلنا واجد في الكلينيك اللي هي ال dentine hypersensitivity, one of the most clinical concern.
لها أسباب واجد وهي عبارة عن exaggerated response to the stimulus unexposed dentine. طبعا في لها factors واجد ممكن تكون hot cold air زي ما نعرفه. اللي شدنا في الـ ان احنا نديروا research هذا هو ان لقينا ان في relation ما بين الـ tooth brushing والـ dentine hypersensitivity. طبعا الهايجين واحده من الحاجات الهايجين في الاورال هايجين المعروفه اللي هي كانت التوث براشينج, بس هي للاسف ما تحولش في الدنتال بلاك, بس هي كان اولسو اكر ذا توث براش ابريجن. طبعا الجول من الاستدي بتاعنا هي تو ايفالويت ذا اسوسيشن بين ذا دنتين هايبرسنسيتيفيتي اند ذا توث براش ابريجن في ايج جروب من 18 years old ل 65 years old في ليمو دنتال كلينيك بيشنتس. طبعا الابريجن هو باثولوجيكال ويرينج في يصير بسبب ميكانيكال فورسز. واحدة من الـ most common mechanical force اللي ممكن تصير على teeth هي طبعا الـ high pressure في tooth brushing. الـ materials والـ methods طبعا الـ sample size بتاعنا كانت 200 patient زي ما قلت في age group من 18 إلى 65 في الـ limo dental clinic patients. طبعا نحن شخصنا الدنتين هايبرسنسيتيفيتي عن طريق حاجتين اللي هما الكويستشنير والكلينيكال تيستينج. الكلينيكال تيستينج دان باي يوزينج الماث ميرور سي بي اي تي ام بروب شيفردز هوك اكسبلورر والاير سيرنج. ايضا استخدمنا السميث اند نايتس توث وير اندكس اللي هما يقيموا في حاجتين الفريكوانسي اند سيفيريتي اوف ذا توث براش ابريجن. وطبعا في tooth brushing habits such as the frequency of the brushing, type of tooth brush, type of toothpaste and the technique. ولقينا ان اكثر تو brushing habits مسببات لل tooth brush abrasion كان ال frequency وال habit او technique of the tooth brushing. ايضا في الاستادي بتاعنا درنا اكسكلوجن كريتيريا لست فئات. اول شيء درنا اكسكلوجن للبيشنتس اللي عندهم 5 teeth or less والبيشنت اللي undergoing orthodontic treatment او اللي دايرين braces, البيشنت اللي دايرين cervical restorations, والبيشنت اللي ياخذوا في analgesics already, البيشنت اللي دايرين bleaching agents من فتره ما تتجاوزش الست شهور, وال physically and mentally compromised patients كانوا هم الاكسكلوجن كريتيريا امتعنا. طبعا لقينا نسبة الدنتين هايبرسنسيتيفيتي في بالنسبة للسامبل كانت عالية او هاي بريفالنس. لقيناها حوالي او لقينا ان 137 من 200 عندهم الدنتين هايبرسنسيتيفيتي which is high prevalence with percentage 68.5. ولقينا ان الاكثر ايج جروب عندهم الدنتين هايبرسنسيتيفيتي هم البيشنت اللي تتراوح اعمارهم من 26 ل 45 سنه. في الاولدر بيشنت ما لقيناش ان الدنتين هايبرسنسيتيفيتي موجود بكثره. السبب هذا يعود لحاجتين, ان الفورميشن اوف سكليراتيك دنتين اند البرميبيلتي بتاع الدنتين دنتينال تيبيوز تقل مع الايج. لقينا ان الفيميلز هنا واخذات النسبه الاكبر بنسبه 65%, والمفاجأة كانت بالنسبة لنا ان النون سموكرز هم اللي كان عندهم دنتين هايبرسنسيتيفيتي اكثر من سموكر في الستادي بتاعنا بنسبة 73%. طبعا الشيء هذا يعود لسبب ان النسبة الاكبر في دراستنا او في الستادي بتاعنا كانت من الفيميل بيشنتس. وطبعا زي ما نحن عارفين ان في المجتمعات العربيه والاسلاميه خصوصا في الليبيان مسلم كونزرفاتيف كوميونيتي ما زال يعتبر التدخين للفيميلز الليجل اور رير, وهذه اثبتتها دراسه في طرابلس في سنه 2013.
على sample size 3000 female يلقوا أن نسبة المدخنات فيهن 0.7%. على عكس باقي studies لقينا أن السموكرز هم اللي كان عندهم نسبة الدنتين hypersensitivity أكثر، وهذه طبعا تعود إلى أن periodontal status كانت متاحهم يعني تعبانة شوية، عندهم مشاكل recession و periodontitis. لما جينا قررنا النسبة اللي طلعت لنا اللي هي 68.5% مقارنة بستاديز أخرى صار في دول أخرى، لقينا أن النسبة عندنا هاي مقارنة بدراسة اندرت في الهند which is كانت النسبة 20.6%، وأيضا كانت في نسبة مقاربة لها في الإيرانيان population اللي هي كانت 21% بس. طبعا بعد ما شفنا الكويشنير وبعد الكلينيكال تيستينج لقينا ان نسبه الاسوشيشن بين الدنتين هايبرسنسيتيفيتي والتوث برش ابريجن كانت 49.5% which is also high. الشيء هذا يدل على ان احنا المفروض نزيد الاويرنس في الكوميونتي بتاعنا من ناحيه ال how to brush التكنيك ال التايب بتاع التوث برش كيف ممكن تكون اني نوصف نان ابريزيف توث بيست، لان حتى لما سالنا اغلب البيشنت اللي كان عندهم دنتين هايبرسنسيتيفيتي بسبب التوث برش ابريجن كانوا يا اما worthy their teeth more than 2 or 3 times per day، والكان التكنيك غلط. يعني حتى لما كنا نسأل البيشنت انت كيف توصلوا في أسنان كان يقولوا لنا هيك يعني horizontal technique which is يعني هذه recession gingival recession والcervical abrasion. في الفيميلز كانت النسبة أعلى وحتى كان هنا أكثر الفئة اللي تستخدم في hard tooth brush وال wrong technique اعتقادا منهم إن هنا هيك هنا هيحاول الستينس اللي على التيث وهيقدر برايت أكثر يعني. طبعا كيف ما قلت إن إحنا لازم نزيد الأويرنس بتاعنا. وهذه كانت الستادي وهذه الريفرنس و thank you for listening. صادق لفريق عمل الكلية من أعضاء هيئة التدريس قارين ومتعاونين ومشرفين تعليميين وفنيين وموظفين وكافة العاملين في مركز الجامعة لطب الأسنان لجهودكم المستمرة والمتفانية لتحقيق رسالة الكلية وأهدافها، فأنتم الرواد والمشرفين في هذا المسار الشاق الذي يتطلب التفاني والإلهام لبناء جيل جديد من أطباء الأسنان المميزين. من خلال جهودكم جميعا ساهمتم بشكل كبير في إنجاز وتطوير برامج التعليم والتدريب والبحث والخدمة المجتمعية في الكلية مما جعلها تحظى بسمعة مرموقة على كافة المستويات، ولهذا السبب نتقدم بخالص الشكر والامتنان لكم ونعبر عن تقديرنا العميق لخدماتكم القيمة. نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم العلمية والمهنية ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات الرائعة تحت إشرافكم الكريم. نتشرف اليوم أيضا بتقديم الدكتور علي مسنينة تقديراً لسنوات الخدمة والتفاني في مجال التعليم والتدريب معنا كان فيها نعم الأخ والزميل لنا والمحامي على طلابه. نشكر الدكتور علي إلى هذه السنوات الالتزام والإخلاص في العمل ونقول لك شكراً بلا حدود وامتناناً بلا عد وبقات من المحبة والعرفان والود نزيد إليك مع دعائنا الدائم أن يمتعك الله بالصحة والعافية. نكرم أيضاً الداعم الرئيسي اليوم العلمي لكلية الطب وجراحة الفم والأسنان شركة كم ممثل شركة كم كيف الحبيب